احنا الاستراكشر بيتكلم فيه، الاستراكشر بيتكلم في حساب القوى الداخليه. انا عندي المنشا عليه احمال، كل جزء من اجزاء المنشا شايل قد ايه؟ ده الترم ده، الترم الجاي، الترم الجاي هيبقى الاجهادات قد ايه؟ الترم اللي بعده هنخش برضو حاجات، بس هو كله الاستراكشر هم الاثنين اللي انا قلتهم دول بس. ايه اللي هيختلف؟ اللي هيختلف شكل الحمل، اللي هيختلف شكل المنشا، اللي هيختلف المنشا ده محدث غير محدث، الطرق اللي انا هحل بيها. لكن في الاخر الاستراكشر بجيب قوه داخليه كل جزء من اجزاء المنشا، بحسب الاجهادات الناتجه عن هذه القوه بس. برنامج كمبيوتر قد كده بيحسب ايه؟ القوه الداخليه في كل منبر والاجهادات اللي موجوده في كل جزء من اجزاء. اعمل شير للمحاضره زي ما اتفقنا النهارده، انا هطلع عين. اوكي؟ فهلوا نفسكم كده عادي، وهطلع عيننا عادي جدا. الا ان انا فاتح فايل الباوربوينت برزنتيشن هو. لا انا ما بحبش الباوربوينت على اللاين، انا بحب افتح الفايل من البي دي اف. انا بحب كتر بطيء قوي، انا مش عارف ايه، اتمنى انه ما يعمليش مصيبه دلوقتي. تمام، مش عارف هو بيعمل كده ليه، بس خير ان شاء الله. تمام، شايفين يا جماعه الفايل قدامكم؟ واحد بس يرد عليا. يا دكتور تمام كده. تمام خلاص، هنتكلم على الكورس كونتنت. الانترودكشن ده اللي انا شغال فيه، والانترودكشن لو تاخدوا بالكم انا مقسمها لجزء هندسه وجزء اللي هو سنتمنتال، يعني جزء كده اللي هو الشخص نفسه اللي قدام، جزء عاطفي. اتمنى ان انا اكون حركت فيكم اي مشاعر، اتمنى. موضوع الاولاني رياكشنز، الرياكشن احنا شغالين فيها لسه جاي. الرياكشنز هي حاجه ملهاش معنى، يعني هي حاجه بنجيبها. انت عارف كل منشا بيتشال على ارتكاز، يبقى الارتكاز ده بيبقى فيه رد فعل، فانا بجيب رد الفعل عشان اكمل المسيره. لكن الهدف من الكورس ده اللي هو الانترنال فورس. الانترنال فورسز عندنا انواع مختلفه من المنشات، بيمز، تراست بيمز، فريمز، ارشز، تراسز. انتوا تعرفوا يعني ايه بيم، تعرفوا يعني ايه ارش، تعرفوا يعني ايه تراست، ودرستوا التراست كمان. يعني الحاجه الوحيده اللي انتوا درستوها في الكلام ده التراست. وبعدين عندنا موضوع مهم جدا اسمه الانفلونس لاينز. الانفلونس لاينز ده هو برضو انترنال فورسز، بس اللي بيختلف هنا شكل الحمل. الحمل از ا موفينج لود. يعني ايه موفينج لود؟ يعني الحمل بيتحرك. خد بالك احنا هنا ما قلناش دايناميك لود، هو ستاتيك لود، بس موفينج لود. فرق ما بين دايناميك لود، يعني اللود از ا فانكشن ان تايم، الحمل هيبقى معادله في الزمن، يتغير بتغير الزمن. زي ايه؟ زي الرياح، زي الزلازل، زي اي حمل جاي من مكنه، المكنه بتشتغل، الغساله بتعمل ايه؟ ها تشتغل وبعدين تعصر وبعدين ترجع تهدى، يعني تلاقي مع الوقت القوه بتتغير، قيمه واتجاه وكل حاجه انت تحبها. اوكي؟ فالديناميك لود اللي هو الحمل بيتغير مع الزمن، سواء قيمه او مكان. لود هو حمل ستاتيك عادي جدا، ها؟ بس الحمل يتغير مع الزمن ولكن مكانه بيتحرك. طب احنا ليه بندرس الكلام ده؟ طب ما انا عندي في قطر ماشي على كوبري، طب انا عندي في عربيات ماشي على كوبري، طب انا عندي في لواري ماشي على كوبري. هنا قيمة الحمل ما بتتغيرش لكن مكانه بيتغير. يبقى بالتبعية أنا ما بدرس حاجة لوجه الله. أنا مش بدرس للزمن زي بتوع الماثيماتيك ولا بتوع الميكانكس، هم بيدرسوا للزمن. هو بيدرس حاجات وما بيستفدش بيها، أنا اللي بستفيد بيها بتاع الاستراكشر وبتاع الخرسانة وبتاع الستيل. أنا اللي بجمع وأطرح وأقسم لسبب. هو بيجمع يطرح ويقسم لوجه الله كده، ذكى عن عفيف. أوكي؟ إحنا لا، إحنا عندنا الحاجه موجوده في الطبيعه، وانا 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 عايز اوصفها، عايز احسبها. ها؟ فبالتالي الاول المشكله في الطبيعه وانا اللي بتعامل. فالانفلونس لاينز من المواضيع السخيفه جدا للطالب، لكن مضطرين، لانه طب يعني القطر ماشي فوق الكوبري، هقول للناس ايه؟ ما تعدوش قطر فوق الكوبري يعني؟ لازم القطر يعدي فوق الكوبري، لازم لوري هيعدي فوق الكوبري، لازم. يبقى هنحسب الوزن ازاي؟ اتعامل معاه ازاي؟ هحسب القوة الداخلية الناتجة عنه ازاي؟ هو ده موضوع الانفلونس لاين. بيسموها بالعربي خطوط التأثير، ترجمة حرفية.
خطوط التأثير influence lines. يبقى الانفلونس لاينز هو برضو internal forces بس نتيجة الواحد طن يتحرك. يبقى سيبنا من ده لان ده مجرد الكونتنت بتاع الكورس فور يور نوليدج. نخش على المهم ده اللي انا كنت بقوله من شوية. الهدف ايه من الاستراكشر؟ الاستراكشر عبارة عن منشأ بيتكون من مجموعة من العناصر الانشائية بيشيل شوية احمال عشان توصل مين في الاخر للارض. طب كل جزء من اجزاء المنشأ شايل قد ايه؟ يبقى دي الخطوة الاولى اللي هي الانترنال فورسز. طب هصمم كلام ده ازاي؟ انا عرفت ده شايل قد ايه؟ ده الباشا شايل 20 طن. طب انا محتاج قطاع كام في كام؟ وانت لما بتلعب حديد مثلا او اي رياضي بيلعب حديد، انا بقول شايل شنطه في ايدي، تخيل الشنطه ال 20 كيلو دي شايلها ولد او شايلها بنت. البنت هتعاني اكتر. ليه؟ لانه ربنا خلقنا ان الولد دايما دراعه اكبر من دراع البنت، وربنا خلقنا كده الاول. احنا لسه ما اتكلمناش في بنت بتلعب رياضه وبتشيل حديد فهتشيل اكتر من ولد. طب هي لما الولد او البنت بيلعبوا يشيلوا حديد ايه اللي بيحصل؟ العضله بتكبر، المقطع بتاع العضله بيكبر. يوم لما تقسم الفورس على المقطع الاستريس يقل، يوم اقدر اشيل حمل اكبر، لان العضله دي بعد اجهاد معين هتتمزق. يعني ايه مزق؟ يعني قطع. تيرينج اسمه قطع. يبقى كل ما المقطع يزيد كل ما انت تقدر تشيل اكتر. يبقى نفس الكلام، انا بحسب القوه عشان اعرف انا محتاج عمود قد ايه، محتاج كاميرا قطعها كام في كام انسون. تمام كده؟ انا بقى في الاستراكشر بتنتهي مهمتي بحساب توزيع القوة الداخلية ثم حساب الإجهادات، وننتهي الموضوع عند هذا الحد. طب إيه أشهر أو الـ elementary structures؟ البيم، وعادة اللي مرسوم ده هو الارتكاز، بيبقى العمود بالنسبة للكاميرا. اللي بيحكمنا دايما المسافة بين الارتكازات، المسافة دي اسمها span. بالعربي span يعني بحر. احنا كل ما هيكتب لحضرتك هيبقى بالانجليزي، ما عندناش كلمة بالعربي بتكتب. كل الكتب المهمة في العالم كله بالانجليزي، الانجليزي هو لغة العلم. هنقول بالعربي، هقول ترجمتها بالعربي علشان لازم حضرتك كراجل مصري محتمل انك تشتغل في بلد تتكلم العربية زي الدول العربية، فانت لازم تبقى عارف الانجليزي بتاع الحاجة ولازم تبقى عارف العربي. العربي مش كفاية والانجليزي مش كفايه بالنسبه لنا كمصريين وكسوق عمل دول عربيه، مش كده؟ تمام. اول واهم حاجه بتهمني الكاميرا، البيم. ده السبورت، هنا بنبقى قاصدين بيه العمود مبدئيا، بس دي حاجه ما تخصش حضرتك. المسافه بين الارتكازات دي مسافه مهمه جدا، اللي هو بنسميها ال او الاسبان. الاسبان ترجمه ملهاش علاقه بالكلمه الاصليه بحر، بيسموها بالعربي يقول لك بحر الكاميرا. كل ما المسافه بين الارتكازات دي تكبر انت متوقع ان انت محتاج كاميرا عمقها اكبر. يعني حضرتك لو مسكت المسطره الرفيعه بتاعتك دي، مسكتها من الناحيه الرفيعه ودوست عليها في النص، هتتقوس بسهوله جدا وتتكسر بسهوله جدا. خد المسطره بقى واعكسها، خليها راسيه كده، خلي العمق الكبير هو اللي بيقاوم المومنت وحاول تكسرها، مش هتعرف. تصدق حتى لو بلاستيك ضعيف جدا مش هتعرف، لان هنا اللي بيقاوم المومنت اللي انت بتعمله ده، العزم اللي انت بتعمله ده اللي بيقاوم هو الارتفاع الكبير، وقوه ايدك مش هتقدر تعدي مقاومه الماتيريال اللي انت بتعملها. فكل ما البحر بيكبر كل ما انا محتاج عمق كاميرا عمقها اكبر. وبالتالي في ليميتيشنز، في محددات في المواصفات. يقول لك مثلا ايه؟ ممنوع تعمل كاميرا طولها اكتر من 8 متر. مين اللي هيدرس لي الكلام ده؟ بتوع الخرسانه، مش بتوع الاستراك، بتاع السكشن ملوش دعوه بالكلام ده. في كاميرا طولها مثلا ماكسيمم 8 متر. طب لا، بعد كده بلجأ لمين؟ للفريم. ايه الفرق بين الفريم والكاميرا؟ الكاميرا احنا بنصمم الكاميرا لوحدها والعمود لوحده، انما الفريم لا. الفريم الكاميرا مع العمود بنعتبرهم از وان يونت. مش كده؟ تلاقيني راسمها بخط تقيل شويه. هنا الكاميرا والعمود لما بيبقوا مع بعض كده بنعتبره فريم، يعني اتصال الكاميرا بالعمود بنسميه ريجيد كونكشن. اتصال كامل، اتصال قوي. الفريم بالعربي يعني اطار، اطار زي اطار اللوحه كده. فانت بتقول الفريم بتاع اللوحه او الفريم بتاع اي حاجه تستخدمها انت فريم،
هي نفس كلمه الترجمه، الفريم يعني اطار، اطار زي اطار العربيه كده. اوكي، طبعا التراس انتوا خدتوه عباره عن مجموعه من سليم ممبرز، ممبرز بتبقى رفيعه، واتصال مجموعه من فيرتيكال هوريزونتال اند دياجونال ممبرز، وده موجود هتشوفوه في كباري كتير جدا. اشهر كوبري اللي هو كوبري دلوقتي اللي بيوصل بولاق مع رود الفرج اللي عند نايل سيتي كده بعد اركيديا مول بشويه. انا بكلمكم على اماكن موجوده في مصر الشقيقه، فاللي شايفني بتكلم كلام مش مفهوم يراجع نفسه لو سمحتم. احنا ما نعرفش بلدنا، ما بنعرفش بلدنا على فكره يعني. اوكي، واسقف كتيره قوي عندنا بتبقى تراسز، زي مثلا سقف مصر، زي سقف صاله 3 اللي بيسموها الصاله الزرقاء بتاعت مطار القاهره، زي سقف سينما طيبه، زي سقف الصاله المغطاه في استاد القاهره، الصاله الكبيره. يعني هتلاقي تراسز كتيره قوي موجوده في حياتنا، اللي هي مجموعه ممبرز متقاطعه مع بعضها كده، والتراس بتوع الميكانيكا بيستخدموه في الاستاتكس علشان تتكلم على جوينت والتقاء ممبرز مع بعضها والكلام ده كله. اوكي، وبعدين الارش هنا ما نقصدش الارش الديكوريشن، يعني انت ممكن يبقى عندك كده ارش في البيت ديكوريشن، لا احنا بنتكلم على ارش هي الكاميرا كيرف الديم شايله السقف برضه. دي هتلاقيها موجوده في بعض الجوامع والكنائس والصالات المغطاه، ها هتبقى الكاميرا اللي شايله. في بعض الكباري بيبقى الكوبري على شكل ارش مثلا اللي شايل، موجوده في حاجات كتير قوي، بس هنا بنتكلم على العنصر الانشائي هو ارش. مثلا عشان تاخدوا فكره، الفريم بيبقى اقتصادي لغايه 18 20 متر مسافه بين العمودين، التراسز بتوصل والارش بتوصل ل 30 و 40 متر و 50 متر و 60 متر. بعد كده بقى عندنا كومباينيشنز اخرى، يعني عندنا حاجات اسمها تراست بيم وتراست فريم وستريست بيم وستريست فريم، انا اسف، او تراست بيم برضو بناخد في، حتى موجود ده في الصاله المغطاه اللي هي تعتبر يمكن ما كانتش اكبر صاله مغطاه بتستقبل يعني متفرجين، صاله الاستاد الكبيره اللي فيكم ما راحهاش، كل الفيليات 2021 جايه خلاص اهي بكل العالم يعني، هتتعمل الافتتاح والختام في الصاله المغطاه، فعلا لو شفتها في التلفزيون لو لف في الصاله كده خد بالك في السقف هتلاقي تراس، وهتلاقي في كيبلز كده مشدوده ما بين التراسز، دي حاجه احنا بنسميها ستريس ستريس تراس يعني، او ستريس بيم او ستريس فريم او ستريس ارش وكل تركيز. كل الكلام ده هتعرفه لغايه ما توصل سنه رابعه، مش هنقدر نقول كل حاجه. انا كستراكشر كل اللي انا بقوله دلوقتي ما يهمنيش كستراكشر، كل اللي انا بقوله ده ما يهمنيش كاستراكشر. انا كاستراكشر هدي لك كاميرا، هدي لك الارتكازات اللي هي متشاله عليها، هدي لك فريم، هدي لك تراس، هدي لك تراس، وهدي لك مجموعه من اللودز عليه، واقول لك احسب لي كل جزء من اجزاء المرشن شايل كده، ده شغلتي انا كله. طيب فالتايبس اوف استراكشر دول الاهم او البيزك فور تايبس، بيم فريم تراس ارش، يبقى احنا بالتالي هندرسهم الثلاثه دول. على فكره المبدا بيتطبق واحد على كله، اللي اختلف شكل المنشا. هعلمك ازاي تتعامل مع كل عنصر من عناصر المنشا لما شكله يختلف. الاربعه دول هم البيزكس بتاعتنا، هم الاساسيات بتاعتنا اللي احنا هنبني عليها اي منشا بعد كده. نتكلم على مهندسين مدني. اوكي، هنا بنتكلم عن التايبس اوف لودز. عندنا نوعين رئيسيين من اللودز، كونسنتريتد لودز ده اللي انت متعود تشوفه لغايه دلوقتي، هو ممكن يبقى حمل مركز كونسنتريتد لود او عزم مركز كونسنتريتد، دخلته ودرسته ودخلته. اللي جديد عليك الديستريبيوتد، الديستريبيوتد اللي هو الحمل الموازي. ديستريبيوتد لودز ممكن تبقى يونيفورم، ممكن تبقى نون يونيفورم. طبعا كتير جدا من الشباب يتهيأ لهم، انا خرجت كده مش عارف خرجت منين، شايفين الفايل لسه؟ تمام يا دكتور. تمام، انا عايز اجيب صورتي، مش عارف صورتي راحت فين، اهي صورتي اهي. بص، كتير من الشباب بيتهيأ له ان الديستريبيوتد لود ده حاجه مش موجوده، ده هو العكس بالظبط. الديستريبيوتد لود هو الاصل، والحمل المركز هو الفرع. ايه، بص انت عندك، بص الكاميرا اهي، شايف الكاميرا؟ الكاميرا بتبقى كده والسقف متشال عليها كده، شايفين يا جماعه؟ مش شايفين؟ السقف متشال على الكاميرا. لما السقف بيتشال على الكاميرا اتصالهم في نقطة واحدة ولا اتصال مستمر؟ اتصال مستمر.
يبقى هنا الحمل مش مركز في نقطه، هنا الحمل متوزع على طول الكاميرا كلها او السقف ريستد على البيم، صح؟ طب البيم هتشيل قد ايه من السقف ده بقى؟ يعني لو انا دخلت ان السقف هو الحته دي بس كده يبقى البيم شايله مستطيل، لكن السقف نفسه لو كبير بنقسمه بين الاربع كاميرات اللي شايلينه، فممكن كاميرا تشيل ترابيزويدر، ممكن كاميرا تشيل تريانجل. لا طب اديك مثال تاني، الحمل تريانجل، الووتر بريشر او اي ليكويد بريشر، مش احنا خدنا في الفيزيكس ان البريشر قيمته رو جي اتش، وان البريشر على سطح السائل بيبقى صفر اللي هو الاتموسفيريك بريشر، مظبوط كده ولا انا غلطان؟ مظبوط، اكيد مظبوط، صح كده؟ تمام. يبقى دايما البريشر بتاع الميه كل ما حضرتك بتنزل تحت لو انت في البحر او في حمام سباحه الضغط على ودنك بيزيد، يبقى دايما البريشر بتاع اي ليكويد اهمهم الميه بالنسبه لنا احنا كبني ادمين بيبقى شكله حمل موزع. ها هو البريشر بتاع الميه ده بيضغط بيضرب في السطح ده في الحيطه بتاعه حمام السباحه، بيضرب في ودنك بالعرض كده، صح؟ ها يعني ممكن يبقى في حمل افقي والحمل شكله مثلث. يبقى شغلة حضرتك حضرتك ما ينفعش تقول لي ايه؟ انتوا كده شايفين الفايل؟ شباب تمام 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 يا طلب، شكرا للي ردوا عليا. فهنا ما ينفعش دلوقتي بقى بعد ما انا شرحت لك يعني ايه حمل موزع تقول لي هو الحمل الموزع ده جاي منين؟ مالكش دعوه. طب هو بيتحسب ازاي؟ مالكش دعوه. لما هتاخد خرسانه السنه الجايه ان شاء الله اول درس في الخرسانه لود ديستريبيوشن، هيعلمك ازاي تمسك السقف توزعه على الكاميرات اللي شايلاه، كل كاميره شايله قد ايه من السقف ده، وفي حاجه اسمها وان واي سلاب وفي حاجه اسمها تو واي سلاب، حاجات كتير قوي، العلم لسه بدري قوي. انا في الاستراكشر انا اللي بدي لك الحمل، تمام؟ طيب خد بالك ان ده كونسنتريتد لود، ده حمل موزع باينة زي الشمس. تعالوا نقرأ سوا كده، ده بيقول لي W ton per meter، يعني بيقول لي ايه؟ كل متر وزنه W ton. تخيل W دي باتنين، يعني 2 ton per meter، يعني كل متر وزنه 2 ton. طب لو الحمل ده طوله 5 متر يبقى الحمل ده قيمته كام؟ 2 في 5 ب 10، الوزن ده قيمته 10 ton. طب هل الحمل ده مركز ولا موزع على الطول كله؟ وزع على الطول كله، بس انا لو قدرت احصل الحمل ده كله في حمل واحد فقط احطه فين الحمل ده؟ في السي جي. في السي جي مش احنا اتعلمنا كده زمان ان احنا كنا بنجمع الفوليوم كله او الويت كله او الماس كله واحط الوزن كله في السي جي. يبقى انا ده مش في المنتصف، ده في السي جي بتاع المستطيل. تمام تمام. يبقى من قرايه ده انت هو بيقول لي ايه؟ كل متر وزنه W، يبقى لو الحمل طوله L يبقى قيمته كام؟ W في L. الشرطة دي مش اعتباطية، مش وساخة، دي بنقول عليها ايه؟ W ton per meter run. run ده للمتر الطولي، بالعربي كده يقول لك ton لكل متر طولي. أدام حطينا الشرطة دي يبقى ده uniform distributed، طالما ان ارتفاع الحمل ثابت، ان قيمة الحمل ثابتة مع تغير الطول، يبقى ده حمل منتظم. يبقى لما نقول طن لكل متر طولي او بالانجليزي طن بير متر رن، يعني ده حمل يونيفورم على طول. الشرطة دي مرتبطة باليونيفورم، انما لو الحمل نون يونيفورم بنشيل الشرطة دي خلاص، لان ده قيمة الحمل عند النقطة دي، وعلى فكرة يبقى عند النقطة دي ارتفاع الحمل صفر او قيمة الحمل صفر، الحمل الموزع. طيب انا هشتغل ازاي بطن بير متر؟ انا عايز اشتغل بطن، فانا الحمل الموزع بحصله، بجيب الريزلتنت لان انا عارف ان عزم مجموعه من القوى يساوي عزم المحصله. طيب انا عندي اريا، المحصله بتاعت الاريا دي ايه؟ الانتجريشن اللي هي المساحه، مش كده؟ اللي هي المساحه. يعني انا لو جبت مساحه الحمل الموزع يبقى كاني جبت الريزلتنت، كاني عملت سميشن، يبقى ده قيمة الحمل. يبقى دايما قيمة الحمل الموزع مساحته، ودايما W دي بترمز لارتفاع الحمل. W بترمز لإيه؟ لارتفاع الحمل.
يعني نقدر نقول ان مساحة الحمل ده ريكتانجل اهو ريكتانجل، يبقى الارتفاع W في الطول L. طب ده بيأثر فين؟ في السي جي. تلاحظوا ان انا هنا حطيته بخط منقط. ليه حطيته بخط منقط؟ ارجوكم ارجوكم، طريقة تمثيل الحمل زي ما انا بعلمك بالظبط، ده مش مزاجي انا الشخصي. طريقة توقيع الحمل ورسمه ده مش مزاج العبد لله، ده ستاندرد. فما حدش يألف لو سمحتوا اي حاجة تانية. الكونسنتريتد لود اتعودنا نحطه بخط مستقيم. طب انا عايز اميز ان الحمل ده مش موجود في النقطة دي، الحمل ده متوزع على الطول كله، انا عايز اميز دي محصلة الحمل فقط، مساحة المنحنى فقط. فبنرسم الحمل الموزع دايما بخط النقط، عشان وانا بتعامل معاه في الانترنال فورسز الكونسنتريتد لود له تعامل، والديستريبيوتد لود له تعامل تاني زي ما هنبتدي نعرف بداية من المحاضرة الجاية ان شاء الله اذا ربنا ادانا الوقت. يبقى دايما لو سمحت التزم ان الحمل الموزع تحطه بخط النقط. الحمل ده موجود فين؟ في السي جي. يبقى انا لو عندي حمل نون يونيفورم لود، حمل غير منتظم، خلاص ده مثلث، يبقى قيمة الحمل مساحته نص القاعدة في الارتفاع، نص الـ W في الـ L. طيب بيأثر فين؟ تلت وتلتين. أي مثلث في الدنيا السي جي بتاعه كانوا بيعلمونا في المدارس، أنا مدارس عربي فحافظ بالعربي ملتقى المستقيمات المتوسطة، يعني دايما أي ضلع بيتقسم تلت وتلتين لما تيجي تجيب السي جي بتاعه، السي جي بيقسم أي ضلع تلت وتلتين. أوكي؟ طبعا الـ L على تلاتة ناحية الأدخل طبعا، لأن هو ده كأني بعمل بالانس عند النقطة دي، كأني شايل الحمل من النقطة دي، فالجزء اليمين لازم يبقى قد الشمال يحصل بالانس. فطبيعي ان السي جي بيتحرك ناحية الحتة الأدخل عشان يحصل بالانس. يعني مفيش حد يقول لي الإلعة تلتة من أنهي ناحية، دي سؤال مصيبة نفسه. هاي طب هو مساحة المثلث جت منين أصلا؟ مساحة المثلث نص مساحة المستطيل، مساحة المستطيل بي في اتش، مساحة المثلث هاف بي اتش، لأنك لو وصلت دياجونال المستطيل بيتقسم لمثلثين. خد بالك خد بالك إن الكلام ده اصلا كله بيجي بالانتجريشن، بس احنا حافظين بطلنا نعمل انتجريشن من واحنا اطفال. ها من واحنا لما خدنا الانتجريشن وكنا بنكامل مساحه تحت المنحنى عشان نعرف المساحه بكام، بطلنا حافظين ان المستطيل الطول في العرض، حافظين ان المثلث نص القاعده في الارتفاع، حافظين ان الترابيزويدال بقسمه الى مثلث ومستطيل او مثلثين. اي حاجه انا مش حافظها بقسمها لحاجات انا حافظها. يبقى الحمل يجي يونيفورم، منين اليونيفورم؟ مالكش دعوه يا فندم، هو في حمل يونيفورم في الطبيعه. النون يونيفورم مثلث انا اديتك مثال زي البريشر بتاع الميه، واديتك كمان مثال ان الحمل فيه افقي زي الويند بريشر بيجي افقي، ممكن يبقى منتظم ممكن يبقى مش منتظم. شبه المنحرف بيجي منين؟ من تقسيمه السقف على الكاميرا، بيجي من حاجات ثانيه. اه طبعا طبعا، بس لسه الدنيا بدري قوي، احنا بنقول يا هادي احنا بنقول يا هادي. طيب النون يونيفورم الشايل الثاني الترابيزويدال هيقابلني في الخرسانه، هيقابلني هيقابلني عشان بس تبقوا فاهمين، هيقابلني في السويل ميكانكس. ها التعامل معاه عبيط جدا، يا بقسمه مستطيل ومثلث يا بقسمه مثلثين. ما انا عايز اجيب السي جي بتاعه، المشكله مش في مساحه الترابيزويدال، الترابيزويدال اللي هو بالعربي شبه المنحرف، المشكله في مش في مساحه، المشكله في السي جي بتاع الترابيزويدال فين؟ طب وانا عشان اجيب السجيل اي حاجه بعمل ايه؟ بقسمها لحاجات انا عارف مركز ثقلها، يبقى بدل ما اشتغل على حمل واحد اشتغل على حملين، اشتغل على ثلاث احمال، وانا عارف ان عزم مجموعه من القوى يساوي عزم المحصله. طيب لو قسمت مستطيل مثلث ده انا ما بحبوش، هيبقى ارتفاع المستطيل W1، يبقى قيمه الحمل W1 في ال، وده بيأثر في نص المستطيل عشان السجيل بتاع المستطيل في النص. طب الحمل المثلث هيبقى نص القاعده بتاعته اللي هي ال في الارتفاع، هنا بقى بيحصل غلطه، عشان كده ما بحبش تقسيمه المثلث والمستطيل. ارتفاع المستطيل W1 يبقى ارتفاع المثلث كام؟ مش W2 ابدا، هيبقى W2 ناقص W1. دي غلطه شهيره قوي، تلاقي الطالب يقول لك ايه نص W2 في ال، لا مش صح، لا مش صح، خلاص انا خدت مستطيل من الترابيزويدال، ارتفاع المستطيل ده يبقى ارتفاع المثلث W2 ناقص W1. بيأثر فين؟ L على 3 اهو من ناحية الشمال و2 L على 3. انا اكتفيت ان انا كتبت من ناحية واحدة بس، ده من ناحية واحدة L على 2 في النص، المثلث من ناحية واحدة L على 3. طب ايه اللي انا بحبها؟ اقسم
المثلث الاولاني نص القاعده في الارتفاع يعني نص دبليو 1 في ال ال، والمثلث الثاني نص دبليو 2 في ال ال، ده بيقسم من ناحيه الشمال ال على 3، ده بيقسم من ناحيه اليمين ال على 3، يبقى اللي فاضل ال على 3. يبقى الميزه ايه؟ نص دبليو 1 في ال ال نص دبليو 2 في ال ال، مفيش هنا حاجه بتطرح من حاجه. ال على 3 ال على 3 ال على 3، خلاص الكاميرا اتقسمت ثلاث اجزاء متساويه ال على 3 ال على 3 ال على 3. هنا بيجي مشكله للطالب، يقول لك هو المثلث ده مساحته برضه نص القاعده ارتفاع والمصحف؟ اه. في حد قال مثلث القائم مساحته نص القاعده ارتفاع ولا المثلث نص القاعده ارتفاع؟ المثلث، المثلث. يبقى ملوش علاقه بالقائم ولا مش قائم. حضرتك خد اي قاعده اسقط عمود من راس المثلث على القاعده دي يدي لك مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع. اي قاعده الارتفاع هو العمودي من راس المثلث على هذه القاعده. القاعده دي تتنفذ على مثلث قائم، تتنفذ على مثلث مش قائم، تتنفذ على اي مثلث في الكون. نص القاعده في الارتفاع، اي قاعده واي ارتفاع. خلصنا؟ خلصنا. يبقى انا عندي concentrated loads دي الاقل في الحياه الطبيعيه، وعاده بتيجي من رد فعل السبورت. يعني الرياكشن ده بيبقى concentrated، هو ده الconcentrated loads اللي بتبقى موجوده عندي في شغلنا اكتر، اللي هو رد فعل الكاميرا اللي انا باخدها واعكسها على كاميرا ثانيه او عمود. انما 90% من الاحمال اللي بتقابلنا في الهندسه المدنيه، 90% من الاحمال اللي بتقابلنا في الهندسه المدنيه بتبقى احمال موزعه، بتبقى احمال موزعه. ممكن تبقى يونيفورم وممكن تبقى نون يونيفورم. انا بالنسبه لي انا الدبليو بيمثل ارتفاع الحمل، بيسموه بالعربي شده الحمل، بالانجليزي ترجمه حرفيه intensity of load او load intensity، شدة الحمل اللي هو قيمة الحمل اللي هو تمثل لي أنا في الشكل الهندسي ده ارتفاع. طيب هاي. هنا في ثلاث حاجات يميزوا أي فيكتور: قيمة، اتجاه، نقطة تأثير. مظبوط؟ هاي. أول حاجة القيمة مساحة الدايجرام اللي هو الانتجريشن بتاعه، خلاص دي خلصناها. الاتجاه موازي لخطوط تهشير الحمل، يعني لو التهشير رأسي يبقى الحمل رأسي، لو التهشير أفقي يبقى الحمل أفقي، لو التهشير مايل يبقى الحمل مايل. هل ممكن يجي تهشير مايل؟ أيوة طبعا. لو عندي سقف مايل، هو البريشر علمونا في الفيزيكس إيه؟ إن البريشر عمودي على السطح دايما. يبقى لو عندي سقف مايل أي بريشر هيجي عليه سواء ويند بريشر أو ليكويد بريشر هيبقى علاقته بإيه؟ عمودي عليه. هنا ده مش اندر جرافيتي، ده بريشر، ده بريشر. ممكن يبقى ويند بريشر او ووتر بريشر جاي افقي. يبقى اتجاه الحمل برضو مش شغلة حضرتك، هتتعلم الكلام ده مع الوقت. ما تجيليش انا في الاستراكشر تقولي هو في حمل افقي، انت مالك، انت مالك، انا اديتك حمل افقي، انا راجل مجنون، انت مالك، انت عندك حمل افقي يبقى تاخده افقي. هتعرف منين اتجاه الحمل؟ من التهشير. يبقى الهاتشنج لاينز دي مش اعتباطيه. يبقى حضرتك مش تيجي ترسم التهشير ده مايل مثلا، انا مش بسود. هنا التهشير راسي يبقى الحمل راسي، التهشير افقي يبقى الحمل افقي، التهشير مايل يبقى الحمل مايل. يبقى انا عندي قيمه الحمل مساحه الدايجرام، اتجاهه موازي لخطوط التهشير، طب ومكانه البوينت اوف ابلكيشن السنتر اوف جرافيتي بتاع الحمل. يبقى انا الحمل قيمته مساحته اتجاهه موازي لخطوط التهشير نقطه التاثير السي جي بتاع الحمل. الثلاث حاجات دول ما يروحوش من بالك لو سمحت. طيب الحاجه اللي بعد كده التايبس اوف سبورتس، عندنا ثلاث انواع رئيسيه من الارتكازات. نبتدي من تحت الفيكسيشن. الفيكسيشن يعني انت مثبت هذا الكلام تماما، مثبته تماما. بص لما اعمل سطح كده ومتهشر يعني ده متثبت في حاجه ثابته، يبقى ده ممنوع من الحركه الافقيه يبقى له رد فعل افقي، ممنوع من الحركه الراسيه يبقى له رد فعل راسي، ممنوع من الدوران يبقى له رد فعل عزل. اوكي تمام. يبقى الفيكسد سبورت هاز 3 رياكشنز، 2 perpendicular forces and 1 concentrated moment بالتالي. طب ايه الحالات الخاصه؟ اول حاله خاصه الهنج، دي اسمها هينجت سبورت. طريقة رسمها مش اعتباطية، طريقة رسمها مش اعتباطية. بص مرسوم مثلث وبعدين متهشر،
يبقى معنى كده ايه؟ ده ممنوع من الحركة الأفقية يبقى له رد فعل أفقي، ممنوع من الحركة الرأسية يبقى له رد فعل رأسي، ممنوع من الدوران. لا ليه بقى؟ بص اتصال المثلث مع الكاميرا، الأمريكان بيسموه بين جوين. بين يعني دبوس، يعني أنا شايل الكاميرا على، أتمنى تكون إيدي باينة في الكاميرا، مش عايز بقى أفصل، أوكي؟ أهم أنا شايل الكاميرا على رأس مثلث، يعني مفيش اتصال مومنت بينهم غير وأنا ماسك الكاميرا كده أهو، مش قادرة تلف، لا قادرة تخرج إكس ولا واي ولا تلف. لكن دلوقتي أنا ماسك كده، أنا ماسك كده، شايفين إيدي ماسكة إزاي؟ الكاميرا بتاعت حضرتك اتقفلت يا دكتور. نعم الكاميرا بتاعت حضرتك اتقفلت. ماشي، يبقى في حد لطيف قفلها عادي، عادي جدا. شغاله يا دكتور، عادي ما قفلتش. شغاله يا دكتور، يبقى ما فيش حد لطيف قفلها. ايوه شغاله يا دكتور. لا ماشي والله شغاله، انا بس كنت حاطط ايدي كده على الكاميرا، فيمكن لما الطالب ما شافش وشي افتكر ان انا فدي مش خلاص، انتوا لسه ما خدتوش عليا بقى، كنت هغلس بس خلاص. قلنا الفيكسد يعني انا ماسك كده خلاص، دي ممنوع اكس، ممنوع واي، ممنوع تلف، مش قادر. انما الهنج بقى ماسك. نعم ال 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 السلايد قفلت او اللي حضرتك تشرحها لها قفلت، مفتوح دلوقتي مايكروسوفت تيمز. طيب ماشي، بس انت شايفني؟ لا حضرتك تمام، انا بتكلم عن ما انا عايزك تشوفني، انا عايزك تشوفني. تمام هنفتح السلايد تاني. حاضر اوكي تمام. بص الهنج كده، الهنج كده. انا قلت لك راس المثلث ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش اتصال مومنت بين الاثنين، يعني مفيش رد فعل عزم. هو في الواقع بيبقى ماسكه كده، شايفين انا ماسك ازاي؟ شايفين انا ماسك ازاي؟ اكس مش قادر، واي مش قادر يفلت منه، لكن مومنت شايفين الكاميرا بتلف ازاي؟ يبقى انا كهنج بتمسك في اتجاه اهو الافقي، ماسكه في الاتجاه الرأسي، لكن ممكن الكاميرا تدور، ممكن كان في بيفوت هنا كده، كان في زي محور كده يسمح للكاميرا. احنا بقى بنمثلها براس مثلث اللي احنا قلنا عليه اتصال دبوسي، بين جوينت، الامريكان بيقولوا عليه كده دبوس، لان راس الدبوس ده او راس المثلث ده عايزين نقول لك ان دي ممكن تدور، ان اتصال السبورت بالكاميرا ما بيمنعش ان الكاميرا تلف. طبعا انا مش هشيل كاميرا على دبوس، لا انا هشيلها على تو سبورتس، لا مش دي قضيه، انا بتكلم على الهنج بس لوحده. تمام، الهنج ممكن تترسم دايره، احنا عندنا طريقتين لتمثيل الهنج، دايره، وده اللي اتقال لكم في الميكانيكا السنه اللي فاتت في الدراسه، كنا بنرسم الهنج دايره، جوين دايره. اللي فتح ميكروفون يقفله. تمام اوكي، لما بنرسم هنج دايره يعني عايزين نقول ان ده بيسمح بالدوران، يبقى اي دايره حضرتك هتشوفها بحياتك اعرف انها هنج، هي اسمها هينج. ممكن تكون هينج سبورت او انترميديت هينج. هينج سبورت اتخذت، انت خدت السنه اللي فاتت في الميكانيكا في التراس ان في ارتكازين موجودين للتراس اللي انت درسته، وخدت ان الدايره في النص دي بتبقى انترميديت هينج، وكمان كنتوا بتدرسوا اتزان سيجما اكس بيساوي صفر وسيجما واي بيساوي صفر عند الانترميديت. كل ده خدتوه، احنا بس هنوصفه لك وهنوظفه لك. بتوع الميكانيكا بيخشوا في شغلنا، بس انا مش زعلان، هم بيساعدوني. ازعل ليه؟ الراجل بيساعدني، الراجل بيساعدني اقول له شكرا، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله اوكي انه دخل في شغل. طيب انتوا فعلا مش شايفين الفايل؟ يعني انا لو عملت كده لسه ما ظهرش للاسف. للاسف هيظهر دلوقتي، هوقف الشير خالص كده، انا وقفت الشير خالص وارجع تاني اعمل شير. هو كان اسمه PowerPoint Presentations، مفروض كده يكون ظهر. تمام كده ظهر. الحمد لله، الحمد لله. اوكي شوف، انا ابتديت من اسف، انا ابتديت من اسف، يعني ايه؟ هاي الصفحة اللي كنا فاتحين، يعني ابتديت بالفيكسد وبعدين الهنجد، دي اللي كنت بتكلم عليه. انا بتحرك بالكاف، اتمنى ان الناس تكون ملاحظة ان انا بشاور بالكاف، اللي هو الكيرسر على شكل كاف كده. انا بحب البي دي اف فايل ده لانه بالنسبه لي اوضح من الباوربوينت، مش كبرزنتيشن، يعني انا بتعامل مع الفايل ده احسن. شايفين الدايره دي؟ احنا قلنا الهنج يا تترسم مثلث يا تترسم دايره،
الاثنين نفس المعنى، ان اتصال العمود مع السبورت ما بينقلش عزم، يعني ملوش رد فعل عزم. الدايره تعالوا نرجع كده نفتكر يعني ايه هينج، يعني مفصله. طب والباب ممسوك بايه؟ بمفصله. طب مفصله الباب بتعمل ايه؟ ها اهي صح، لو انت قطعت في مفصله الباب هيبان لك دايره صح، والدايرتين بيلفوا على بعض، محور ودايره. يبقى الباب تشده كده ما يطلعش في ايدك، تشد لفوق، لكن تيجي تحركه في حركه دائريه ما بيقاومش عزوم. هو ده بالظبط معنى الدايره عندنا. مفصله هو ده الشكل الحقيقي للمفصله، انك لما تقطع فيها يبقى عندك دايره، يعني اتصال العمود مع السبورت ده ما بينقلش عزم، يعني ما فيش رد فعل عزم. السبورت يترسم بالطريقه دي او يترسم بالطريقه دي، الاثنين زي بعض بالظبط. طالما في تهشير بقى اسمه سبورت، لو ما فيش تهشير يبقى اسمها هينج وخلاص، بنسميها انترميديت هينج. حبايب اتمنى ذلك. الرولر بقى هو الحاله الخاصه بقى، اقل واحد فيهم بيقاوم. الرولر سبورت بيسموه بالعربي ارتكاز منزلق، يعني انا عندي ارتكاز منزلق اللي هو الرولر سبورت، عندي ارتكاز مفصله اللي هو الهينج سبورت، وعندي ارتكاز تثبيت اللي هو الفيكسد سبورت. الارتكاز المفصله ده بطريقه رسمه، الكورتين دول او الدايرتين دول عايزين نقول ان التو ليفلز دول كان بي سلايد ريليتيف تو ايتش اذر، يعني كله ممكن ينزلق بالنسبه للاخر، عشان كده بيسموه منزلق. طالما ان هو ممكن ينزلق في الاتجاه ده يبقى ملوش رد فعل في الاتجاه ده. راس المثلث يعني ملوش رد فعل عزم، يبقى انا شوف انا شايل كده الكاميرا على السبورت يبقى له رد فعل راسي في هذه الحاله. العرف جرى ان احنا ما نرسمش الدايرتين دول، بنرسمها فراغ. الفراغ ده عايز يقول برضو ان each level can be slide relative to the other level. عادة متعودين نرسم الهينج بفراغ مش بدايرتين، دي صح ودي الأفضل بيننا. انا اقول افقي ورأسي، ده هندسيا غلط. احنا هنا بنقول ايه؟ في الرولر سبورت انا عندي رد فعل واحد عمودي على اتجاه الحركة، يعني لو الكاميرا مالت اتجاه الحركة مازال افقي، يبقى انا عندي رد فعل واحد رأس. انما لو الرولر نفسه مال، انا المفروض احط رد الفعل عمودي على اتجاه الحركة، عمودي على اتجاه الحركة. علمونا في الميكانيكا ان بدلا ما اشتغل مع رد فعل مايل او قوة مايلة، دايما في الميكانيكا كنا بنحلل اي قوة افقي ورأسي. حتى لما كنت باجي اجيب الريزلتر كنت بحلل كل القوة في الاتجاه الرأسي وكل القوة في الاتجاه، بقول الريزلتر بيساوي جذر x سكوير زائد y سكوير كده برضو. ليه؟ للسهولة. يبقى هنا لما انا بقول قوتين x و y للسهولة. انما الاصل في الموضوع ردين فعل متعامدين، الاصل في الموضوع قوتين متعامدتين. يبقى هنا لما باجي اقول هينج سبورت has two perpendicular reactions، two perpendicular forces، قوتين متعامدتين. اسهل قوتين مين بنتعامل معاهم في الحياه الطبيعيه؟ اكس وواي. فاحنا عاده بنشتغل في الاتجاه الافقي الراسي زي ما اتعلمنا في الاستاتكس، وبعدين بعد كده ربنا يحلها. الاول نخلص حساباتنا. حتى وانا باخد عزوم بدل ما اسقط عمود على المايل بشتغل بقوة رأسية وأفقية، بضرب في مسافات أفقية ورأسية دايما، وبعد ما أخلص المسألة أبقى أشوف أنا محتاج الار ولا محتاج الواي والإكس. طيب هاي الفرق بين الإكس والواي دي، والإكس والواي دي، إن الإكس والواي دول محصلتهم في اتجاهنا مش عارف، إنما الإكس والواي دول مركبات الار. يعني أنا لو رجعت حصلت الإكس والواي دول هيطلع قوة واحدة في اتجاه الار. يعني اقدر اقول ان الاكس بتساوي ار كوساين ثيتا، واقدر اقول ان الواي بيساوي ار ساين ثيتا، واقدر اقول ان تان الثيتا مع الافقي بيساوي المركبه واي على المركبه اكس، واقدر اقول ان الار بتساوي الجذر التربيع الاكس سكوير زائد واي سكوير. كل دي علاقات ميكانيكا مش ستراكشر. انا عندي قوه مايله حللتها افقي كوساين، حللتها راسي ساين، حصلت المركبه الراسيه والمركبه الافقيه، عملت ريزلتنت للتو كومبوننتس يبقى تحت الجذر اكس سكوير زائد واي سكوير. ده ميكانيكا مش استراكشر. في نقطه بقى ان الناس ضعيفه في الحساب،
ان الطلبه ضعيفه في الميكانيكا، ان الطلبه ضعيفه في الفيزياء، جاي لي بالبيزك ساين واقع، وبعدين بعد كده يقول لي انا مش عارف احلل القوه، يعني مش عارف تقول ار كوساين وار ساين. اجي طب لك انا مش فاهم ليه انت قلت ار بيساوي جذر اكس سكوير زائد واي سكوير، ما خدتش ريزلتنت يا باشمهندس؟ عمرك ما جربت او حسبت انا اسف ان الار بيساوي جذر اكس سكوير زائد واي سكوير؟ هنا بقى بيبقى في مشكله ان الطالب جاي لي انا في الاستراكشر يقول لي انا مش فاهم. يا ابني دي مش فاهم يا ابني، يا ابني ده حاجات، اقول لك 2 زائد 2 بيساوي 4 تقول لي مش فاهم، اقول لك 2 في 3 بيساوي 6 تقول لي مش فاهم. يعني طب انا اعمل ايه انا لما اقول لك ان القوه بتتحل الار ساين وار كوساين مع الزاويه دايما كوساين وعكس الزاويه دايما ساين؟ يبقى هنا ما ينفعش طالب يقول لي انا ما بعرفش احلل. ولو ما تعرفش حلل، طب ما انا حللت قدامك اهو، طب ما تحفظها بقى يا باشا، طب ما تفتكرها اللي انت درسته قبل كده. طيب في نقطه هنا خطيره جدا، ان دايما انا ببقى عندي ميل الرولر سبورت، ميل الرولر سبورت مع الافقي هيبقى هو ميل رد الفعل مع الراسي، هنا رد الفعل عمودي على اتجاه الرولر، صح؟ دي اللي كنا بنسميها في المدرسه، في المدرسه الزاويه الخارجه بتاعه المثلث. فالزاويه الخارجه دايما بتساوي الزاويه الحاده اللي هي الاكسترنال انجل، لو في ناس فيكم مدارس انجليزي. وانا عندي سيتا زائد الفا بتساوي 90. فلو انا اديتك في المساله الفا بكذا، يعني مثلا في مساله في الشيت الفا ب 30 هيبقى السيتا ب 60. ما تجيش بقى تقول لي تروح حاطط تبقى دي 30 ودي 30، حتى بص على منظرهم، يعني حتى بالشكل مش المفروض حضرتك ترسم تو سكيل؟ هتقول لي والزاويه برضو تو سكيل والمصحف والنعمه يا جماعه احنا مهندسين. يبقى السؤال بتاع هو لازم نرسم تو سكيل؟ ارجوكوا شيلوه من المطبطه، شيلوه من خيالكم، شيلوه من حياتكم، هذا السؤال ما يتسالش. هو ينفع اسلم غير ما اتوضى؟ انتوا عندكم بينفع، الناس بترسم بايدها، فنانين اوت اوف سكيل، شخبطه يا فندم. اي مهندس بيرسم رسمه لازم يرسمها بالمسطره تو سكيل، لازم تبقى واضحه ونظيفه عليها كل المعلومات. ده ملوش علاقه بالاستراكشر، ده له علاقه بالهندسه. انت بيعلمك في اعدادي رسم هندسي وبترسم على الكمبيوتر، مش عشان حضرتك تيجي بعد كده تشخبط لي بايدك فاكر نفسك فنان. احنا مش فنانين يا فندم، احنا ناس بناكل عيش، احنا ناس بنحسب ونرسم. اي رسمه لازم تبقى بالمسطره تو سكيل، بنشتغل بقلم 0.5 اتش بي مش 0.7. تقوم تخش جوه الامتحان معاك قلم 0.7 ومش لاقي سن، مش قلم جاف يا فندم، لانك هتغلط وتمسح. قلم جاف مش هتعرف تمسح، فهتقعد تشخبط هيطلع زباله وهي مش ناقصه الدنيا. قلم رصاص اتش بي مش 2 اتش، لان 2 اتش بيسود الورقه وانت بتحل، مش اتش لان الاتش ما بيتشافش بعد كده. كل المهندسين بيشتغلوا بقلم 0.5 اتش بي. حضرتك ايه يعني؟ حضرتك دماغك راكبه فين؟ ولا حضرتك جاي من كوكب تاني ولا شخص مميز يعني؟ ها؟ يبقى دايما بشتغل بسن 0.5 اتش بي، حتى لما اتزنق في سن الاقي، ولو ان المفروض ما تزنقش يعني، المفروض ابقى. هو في طالب بيخش امتحان بربع سن يا جماعه؟ الله يرضى عليكم. في طلبه قالوا لي، طالب سالني في اول وقلت له هرد بعدين بس ما ردتش. هو الامتحان الفاينل هيبقى ريتن ان شاء الله، الفاينل ريتن ده قرار متاخد. المفروض القرار الثاني ان يبقى الميد ترم ريتن، بس الميد ترم ريتن الكليه محتاجه، خد بالك الكليه كلها شغاله دلوقتي، الكليه محتاجه استعدادات جامده جدا، فالموضوع تحت الدراسه، ميد ترم ريتن تحت الدراسه. هل نتعمل في الكليه ولا هنعمله اونلاين؟ ده لسه ما اتخدش فيه قرار، انما الفاينل ريتن اكيد ان شاء الله باذن الله. طيب افرض الكورونا ضربت البلد، يبقى كل اللي انا بقوله ده ارميه في صفيحه الزباله. يعني رئيس الوزراء طلع تصريح، وزير التعليم العالي طلع تصريح، بكره الدنيا اتغيرت، بكره الحالات في مصر زادت بدرجه كبيره لا قدر الله، حصل اي مصيبه في البلد لا قدر الله، هيجي الوزير يقول لك لا الامتحان تبقى اونلاين، تقول له انت قلت التحريري؟ ما ينفعش بقى، انت قلت في ظروف قهريه انك تغير قانون يسمح. القوانين كلها كده يقول لك كذا 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 الا في حاله حدوث. حتى في العقود لما انت بتشتري شقه عقبالك ان شاء الله كده، او بتشتري اي حاجه تلاقي حاطط لك كده يقول لك ايه ميعاد التسليم كذا الا اذا حدث ظروف قهريه.
اول ما جت الكورونا كل الشركات المقاولات بعتت قالت احنا متاخرين سنه في تسليم الوحدات. على فكره هم لسه ما درسوش، ما عرفوش ايه اللي هيحصل. تكلموا يقول لك انا شغال بس انا مش ضامن، بس انا مش ضامن. كله بعت ميل او بعت جواب مسجل انا اخرت التسليم سنه. ليه يا باشا؟ طبقا للتعاقد بيننا. يبقى حضرتك دلوقتي تركز انك تتعلم، مش تركز انا همتحن تحريري ولا اونلاين. ما هو اونلاين هنبتدي نجهز بقى العصابه من دلوقتي، ومين هيحل امتحان وازاي هننقل من بعض وكده ولا ايه يعني؟ ولا لو تحريري خلاص بقى ننسى الفلوس بتاعه المعيد اللي هنجيبه ولا المهندس اللي هنجيبه يحل لنا الامتحان وننقله كلنا وحلال باذن الله. هتلاقي كله كده عمال يكلمك في الحرام والحلال، ويجي الغش بقى حلال ونقل الشيت هو غش حلال. حلال مش هقول توب عليا يا رب، لا حلال، انا مضطر اعمل ايه؟ مضطر، مش كده؟ كل حاجه حلال لما تيجي لغايه عندك، وحرام لما تبقى في ايد غيرك، مش كده؟ مش هو ده المبدا اللي احنا مطبقينه على كل حاجه في حياتنا؟ نشرب سجاير ونصرف فلوس مش عارف ايه بتاع، بعدين يجي حرام عليكم. حرام عليكم ايه؟ حرام عليك انت، حرام عليك انت. انت بتقول لي التوك توك غلي، طب وانت ما السجاير غليت وانت لسه بتشرب سجاير، والتوك توك بيوديك شغلك، انما السجاره بتوديك فين؟ بتوديك المستشفى. طب يشتكي ان السجاير غليت؟ لا مش كيش، يصوت ان السجاير غليت، لكن بيبطل سجاير؟ لا لا صح، ومش عايز التوك توك ياخده. انما مهما السجاير غليت هو بيشرب سجاير، مش كده؟ اولويات في الدنيا، اولويات في الدنيا. رتب اولوياتك صح، حياتك هتبقى افضل كتير جدا. اوكي، الامتحان يجي زي ما يجي. انا بقول لك حتى يومنا هذا فاينل ريتن ميت ستادي. بكره ممكن كل اللي انا قلته ده يتغير، ممكن بكره يبقى كل حاجه اونلاين، ممكن بعد بكره يبقى السنه دي مفيش دراسه خالص، يقفلوا المدارس والكليات والاونلاين كمان، مش هنشتغل السنه دي. الله اعلم، ربنا يا رب يكملها بالستر زي ما هي مسطوره لغايه دلوقتي، ونمشي لقدام، وتبقى السنه الجايه ان شاء الله الدراسه كلها في الكليه والامتحانات كلها في الكليه باذن الله. الترم الجاي، ليه السنه الجايه؟ الترم الجاي ان شاء الله يبقى، ان شاء الله يكون الشتاء عدى كده، لان هو كله قلقان من الشتاء. الشتاء يعدي لان الناس هتاخد برد طبيعي في الشتاء. انت نفسك لما حرارتك هتعلى هتقول انا جالي كورونا. ليه؟ هيجي لك برد عادي، انت كل سنه بتعيا وبترشح وبتتفتف وبتنفنف ولا عمرك كنت بتقلق وكنت بتنزل وتتكلم في وش اصحابك وتعطس في وش حبايبك وكله تمام مفيش مشكله. السنه دي بقى لو انت عطست في اي حته هتلاقي اصحابك يجروا بعيد عنك، مش كده؟ يا نهار اسود انت هتعدينا. فاي واحد فينا حرارته هتعلق او هيجي له برد او رشح او زكام او هيخاف ان جاله كورونا، مش كده؟ نعدي بقى الشتاء ان شاء الله. لو عدى الشتاء على خير زي ما كلنا بنتمنى، احنا عدينا الموجه الاولى باختدار الحمد لله، نتمنى ان الموجه الثانيه تعدي برضو ايسر، لان هي حتى في اوروبا الموجه الثانيه اخف بكتير من الموجه الاولى، بس وقفت الدنيا برضو. احنا ما وقفناش الدنيا في الموجه الاولى، ان شاء الله مش هنوقف الدنيا في الموجه الثانيه. يا رب تعدي الموجه الثانيه على خير. ان شاء الله الترم الجاي هتلاقي الميجرمنتس الاستعدادات كلها اختلفت عن الترم ده ان شاء الله باذن الله. هتلاقي الدنيا بقت ريليس كده ان شاء الله، وظهر اكتر من 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 تطعيم فاكسين للانفلونزا الزفت اللي احنا فيها دي. احنا طيور نفوق خنازير سمك بواسير، ما خلاص بقى الواحد زهق من كل كام سنه كده نتخبط حاجه. احنا عايشين وربنا هيسترها معانا ان شاء الله. طيب كده اتعلمنا يعني ايه بيم فريم تراس اش كمسمى، عرفنا انواع اللودز اللي ممكن تقابلنا، عرفنا انواع الارتكازات سبورتس ممكن تقابلنا. نتكلم على الايكويشن اكوليبريم. الايكويشن اكوليبريم يا جماعه، ما هو انت جاي لي بتعمل اتزان سيجما اكس بصفر. هاي اتفضل يا دكتور. صوت قول يا دكتور وسكت، قلبت بالعربية. طيب أكمل أنا الدكتور. نعم
في مشكله كده. انا صوتي انا 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 شايف الميكروفوني مفتوح، سامعني؟ هو تقريبا يا دكتور النت عنده هو الوحش فهو مش عارف يتكلم. النت عند حضرتك كويس يا دكتور، هو بس النت عنده وحش. طيب ربنا معاه، بس هو كده محسسني انه بيقع في بير بيتقلب بالعربيه يا دكتور وخلاص راح. طيب انتوا شايفين الصوره؟ الفايل عندكم؟ اه تمام تمام. نرجع نرجع الفايل، اصل انا اضطريت اخرج عشان اشوف ميكروفوني مفتوح ولا مقفول، بس بس الخروجه دي بتكلفني كتير يعني. يا دي الخيشه، انا مش عارف الفايل فين اصلا. وانا الفايل مش راضي يرجع لي تاني، مش عارف ليه والله. اهو رجع، انا مش عارف ليه. طيب اهو كده انتوا شايفين الفايل صح؟ واحد يقول اه يا تمام. تمام طيب، يبقى للمره الثانيه خدوا بالكم، خدوا بالكم ان كل اللي انا قلته انتوا يا سمعتوه في الحياه العمليه يا سمعتوه في الكليه. اوكي تمام. كاميرا سمعتوها في الحياه العمليه، تراس في الحياه العمليه، جمالون وفي الميكانيكا، ارش في الحياه العمليه وفي المحاضره دلوقتي. انسور معادلات الاتزان انت حضرتك جاي لي بتستخدمها اوريدي، حضرتك كنت بيدي لك مجموعه من القوى متزنه ويديك قوه مجهوله يقول لك هاتها، فكنت بتقول سيجما اكس بصفر وسيجما واي بصفر سيجما نقطه حل اي نقطه بصفر عشان تجيب او ان انت يدي لك مجموعه من القوى يقول لك هات القوى اللي خليها متزنه، او يدي لك مجموعه من القوى متزنه يقول لك اثبت ان مش عارف انها بتعمل مضلع قوى مغلق. كل ده كلام فارغ انت خدته قبل كده تمام. بس انا عايز اعلمك هنا في فرق بين حاجتين مهمين جدا. في فرق اللي انت خدته ده اللي هو سيجما اكس بصفر وسيجما واي بصفر وسيجما المهم تحولين اي نقطه بصفر، ده مرتبط ببلين اناليسيس. بلين كلمه انجليزي معناها بالعربي ايه؟ مستوي، مستوى. لما اقول بلين اناليسيس يعني تحليل مستوي، او بلين يعني مستوى غير بلان. بلان بي ال اي ان ده المسقط الراسي. اوكي تمام. اوكي كل اللي انت درسته لغايه دلوقتي كان بلين اناليسيس. يعني ايه بلين اناليسيس؟ يعني القوه اللي انت بتتعامل معاها كلها موجوده في مستوى الورقه، كلها موجوده في مستوى واحد. عشان كده معادلات الاتزان بتاعتها سيجما اكس بصفر وسيجما واي بصفر وسيجما المومنت حوالين اي نقطه بصفر. يبقى هنخرج من بلين اناليسيس لبلين ستراكشر. ايه هو البلين ستراكشر؟ يبقى المنشا بتاعي وكل الاحمال اللي بتاثر عليه كلها موجوده في مستوى واحد. طب هل ده حاجه موجوده في الدنيا؟ طبعا لا، ده هبل. بس اللي بيحصل ايه؟ الكاميرا طولها 8 متر، عرضها كام؟ 12 سنتي او 25 سنتي. العرض العمودي على الصفحه بالنسبه لطول الكاميرا صغير جدا. فجرى العرف لتسهيل الحسابات ان احنا نعتبر ان الكاميرا دي موجوده في مستوى الورقه، وان البعد العمودي على الصفحه ده اللي هو عرض الكاميرا اعتبره بخ. هي الكاميرا اهي، يعني انا بعتبر ان العرض العمودي على الصفحه مش موجود خلاص صفر، وبعتبر الكاميرا موجوده في مستوى الورقه فقط وبس، مش اكتر من كده. مش بس كده كمان، وبنرسم شكل الكاميرا على انه السنتر لاين بتاعها فقط. يعني انا في الحسابات بعتبرها خط موجود في مستوى الورقه. يبقى الكاميرا والحمل اللي بيأثر عليها والسبورتس كلهم موجودين في مستوى الورقه. ده نوع من الابروكسيميشن، قائم على ايه؟ قائم على ان العرض بتاع الكاميرا العمودي على الصفحه صغير بالنسبه لبقيه الابعاد، فبنهمله. نفس الكلام في الفريم، نفس الكلام في التراس، نفس الكلام في المنشا. يبقى انا بعتبر ان المنشا بتاعي موجود في مستوى الورقه. ده محل الدراسه في الترم الاول كله. يعني الترم الاول كله كل الشتات، كل المسائل اللي حضرتك هتتعامل معاها مستوى واحد. طالما ان انا بتكلم على منشا واحمال موجودين في مستوى واحد، ده بنسميه بلين ستراكشر او بلين اناليسيس. يبقى ينطبق عليه الكلام اللي خدناه في الميكانيكا لغايه دلوقتي. على فكره احنا بنتكلم ميكانيكا اعدادي وثانوي داخلين معانا، ها وابتدائي. على فكره اللي انا بحتاجه من الميكانيكا بتاعه الكليه مينيمم، انا خدت الريزلتنت وخدت السميشن اوف فورسز وخدت الايكويشن اوف اكليبرم قبل ما اخش الكليه اصلا، ها عشان بس ايه ما نتوهش من بعض. يعني انا ميكانيكا الكليه وماثيماتيك بتاع الكليه، الميكانكس والماثيماتكس، مش هما اللي انا محتاجهم عشان اكمل حياتي.
انا بحتاج منهم قشور بعد كده في الكليه. بتكلم على قسم ماذا، مش بتكلم على الاقسام التانية. تمام. بس برضو هنا محتاج اوضح حاجه تانية بتروح من دماغ الناس. سيجما اكس وسيجما واي بيساوي صفر، ده للسهوله فقط، ده للسهوله فقط. اسهل اتجاهين انا بشتغل عليهم الاكس والواي من صغري من صغري. لكن معادله الالتزام ما بتقولش كده. معادله الالتزام بتقول ايه؟ بتقول summation of forces in any two perpendicular directions should be equal to zero. يعني مجموع القوى في اي اتجاهين متعامدين لازم يكون بيساوي صفر. اسهل اتجاهين متعامدين مين؟ اكس وواي. فاقول سيجما اكس بصفر وسيجما بصفر، ادي اتجاهين متعامدين. لكن النص بتاع معادله الالتزام بيقول لي any two perpendicular directions، اي اتجاهين يعجبوك. احنا اتعودنا نشتغل على الاكس والواي للسهوله. حبايب حبايب، معنى الكلام ده ايه؟ ان مجموع القوى في اي اتجاه لازم يكون بيساوي صفر، في اي اتجاه. طب عشان تضمن، انا عندي ما لا نهايه من اتجاهات، هشيك على ما لا نهايه اتجاهات، لا، عشان تضمن ان سيجما الفورسز في اتجاه بصفر، انت محتاج تامن اتجاهين متعامدين، واشهر اتجاهين متعامدين اكس وواي. فتعودنا منذ طفولتنا ان احنا نقول سيجما اكس بصفر وسيجما واي بصفر. هذا الكلام ناقص، هذا الكلام لو انت مش فاهم جوهره يوديك في داهيه. هو سيجما الفورسز ان اني تو بيربنديكولار دايركشن شود بي ايكوال تو زيرو، ده علشان اضمن ان مش المنشأ مش هيتحرك في اي اتجاه، لان المفروض سيجما الفورسز ان اني دايركشن شود بي ايكوال تو زيرو. انا بتكلم على مجموعه من القوى متزنه، انا بتكلم على منشأ متزن يا فندم. هو معقوله المنشأ ده هيتحرك؟ لو اتحرك هينهار. يبقى عشان يكون المنشأ بتاعي ستيبل لازم fulfill the conditions of equilibrium، يعني لازم يبقى مجموع القوة في أي اتجاه بصفر، يعني مجموع قوة في أي اتجاه متعامدين بصفر، وليكن الـ X والـ Y للصفر. سيجما المومنت بيساوي صفر. سيجما المومنت حوالين مين؟ حوالين أي نقطة في المستوى. يعني الكاميرا اللي أنا وريتها لك من شوية موجودة في مستوى الورقة، تاخد مومنت فين يا فندم؟ ما لا نهاية فوق، ما لا نهاية تحت، ما لا نهاية شمال، ما لا نهاية يمين، أي نقطة موجودة في المستوى لما أخد مومنت حواليها لازم يطلع بصفر. يبقى سيجما الفورسز في أي اتجاه متعامدين بصفر، مجموع القوى، مجموع العزوم حوالين أي نقطة في المستوى بصفر. ده اللي أنا كاتبه بالإنجليزي، قلته بالعربي وقلته بالإنجليزي. وكمان كتبت لك يعني إيه plane structure، يعني the whole structure and all the applied rules are at the same plane. كل حاجة لو سمحت اعرفها بالإنجليزي. لو سمحتم اتعلموا تنطقوا صح. كلنا في ايدنا تليفون، كلنا في ايدنا ان انا انزل داونلود مثلا لجوجل ترانسليت. اي كلمه حضرتك على جوجل ترانسليت جنبها سماعه بتنطق لك الكلمه النطق الصحيح، ومش بس بالانجليزي. عايزها بالامريكاني ماشي، الاكسنت بتاعت الامريكان. عايزها بالاكسنت الانجليزي ماشي، عايزها بالاكسنت الاسترالي. يعني هي نفس الكلمه بالانجليزي بنفس السبيلنج، هتاخدها بالاكسنت بتاع بلدها. عايز تتعلم اي لغه، برامج تعليم اللغات على الكمبيوتر دلوقتي اكتر من الهم على القلب فري. خش على النت اكتب فري بطاطس محمره، هتتعلم ازاي تعمل بطاطس محمره. ده انا عايز اعرف اسم الممثل بتاع دي منبه يا معلم. منبه تمام، كتبت دي منبه طلع لي صورة الممثل وتاريخ حياته واسمه وفيلم مش عارف في الاربعينات. صباح الخير بالليل. شوف ايدكو طول، ها كلكم معاكم سمارت فون كده، تكتب اول طلق. لو كتبت ميم ها مر، كتبت ميم ريح، هيطلع لك مرتضى منصور. حتى مش محتاج تكتب اسمه كامل، ميم ريح، عشان كل الناس تخش تتفرج عليه. وهو طبعا كل كام يوم يرمي تعليق كده يثير الوسط الرياضي والوسط السياسي عشان الناس تخش تتفرج عليه. هو ده اكل عيشه، يبقى مشهور. يوم احنا بهبلنا نقعد نتفرج على فيديوهاته الهبله، يوم اعمل بقى فلوس لو بينزل على تشانل، اعمل بقى شهره، والشهره از ماني، باور از ماني. يبقى عضو مجلس الشعب، يبقى مكتبه القضيه 3 4 مليون جنيه، وهو طالع يهبل ويشتم في الناس ويقول كلام فارغ، واحنا نتفرج عليه يوم يزداد غناء، يزداد ثراء بمعنى اصح. الاصل في الموضوع ان المنشأ موجود في السبيس. ده الاصل في الموضوع. في السبيس علمونا ان اي حاجه في السبيس، مجموعه من القوى في الفراغ يعني، والمنشأ طبعا في الفراغ، يبقى في ثلاث محاور مش كده؟ اكس وواي وزد.
وتبقى معادلات الاتزان مش 3 بقى، يبقى المفروض سيجما الفورس في اتجاه اكس بصفر، سيجما الفورس في اتجاه واي بصفر، وسيجما الفورس في اتجاه زد بصفر. وكمان لازم امنع المنشأ ده من الدوران، او لازم تبقى القوه دي عشان تبقى متزنه ممنوعه من الدوران. يبقى سيجما المومنت حوالين محور اكس دي كده بنقولها اباوت، اباوت يعني حول، لا بنستخدم علامه اباوت يعني حول، هي اباوت يعني حول. يبقى سيجما المومنت اباوت اكس ايكوال تو 0، سيجما المومنت اباوت واي ايكوال تو 0، سيجما المومنت اباوت زد ايكوال تو 0. يبقى انا لو بتكلم على منشا في الفراغ يبقى انا عندي 6 equations of equilibrium، 6 equations of equilibrium. ده هناخد examples على space structures في الموضوع الثاني في الكورس اللي جاي عليكم خير. الكورس ده ما عندناش حاجه in space، الكورس ده كله plane analysis، يعني 3 معادلات اتزان يعني 3 internal force. طيب من هنا بنخرج لموضوع تاني ممكن ده يكون جديد عليك شوية، حاجة بنسميها Determinacy and Stability. لسه من شوية كنت بقولك نطق الكلمة دي، نطقها صعب عليا أنا شخصيا، بس أنا برضو بحاول أبذل مجهود. And Stability طبعا يعني أنا ببقى حزين، أنا مدارس عربي الحمد لله، يعني مكنش مدارس أجنبية، وأيامينا كان الشاطرين كلهم بيخشوا مدارس الحكومة، اللي ما بيجيبش مجموع هو اللي بيخش الخاص. دلوقتي بقى في قصه الانترناشنال، قصه المدارس الخاصه، لان الحكومه بقت تعلم ضعيف جدا، عدد الطلبه زاد جدا، مستوى المدرسين انخفض جدا، فالناس بدات تلجا للمدارس الخاصه وبتلجا للمدارس الدوليه. ها لكن حتى لو انت في مدرسه حكومه بتضطر تاخد دروس في سنتر بره، فما علينا. بس ده مش معناه ان انت تنطق انجليزي غلط. حضرتك من الفلاحين ولا من البندر ولا من كوالالمبور، ده مش معناها انك تنطق غلط، ده معناها ان انت لازم تتعب شويه عشان تنطق صح. لو انت ما خدتش تعليم انجليزي صح من مدرس انجليزي بينطق صح هتنطق غلط، شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا. ده مش معناها انك تستمر تنطق خطا بقيه حياتك، عشان لو حد سالك انت بتنطق غلط ليه تقول له اصل مدرس انجليزي بتاعك كان وحش. ده معناه ان انت محتاج تبذل مجهود اكبر علشان تتعلم تنطق صح. انا بقول لك ان في طول ما كانتش موجوده في ايدنا، لذلك احنا علمنا نفسنا بنفسنا. بتعلم ازاي؟ انا بشوف ولد زميلي مثلا خريج مدرسه فرنساوي فبسمعه بينطق الكلمه الفرنساوي ازاي فبحاول اقلده، ولد خريج مدرسه انجليزي في الكليه بشوفه بينطق ازاي بحاول اقلده. دلوقتي انت مش محتاج تدور على واحد زميلك وتتذلل له ولا تلزق فيه عشان تفهم منه. دلوقتي انت معاك كمبيوتر ومعاك تليفون على النت، هتسمع كل حاجه وتفهم كل حاجه، فبليز انطقوا صح. يعني ما ينفعش اقول استابيليتي، يعني ما ينفعش اقول نيكست، ما ينفعش اقول بروبابيليتيز، ده حاجه برابيري خالص. يعني بروبابيليتيز ما ينفعش اقول ايزيكايس يعني بدل ايثكس. كورس اسمه ايزيكايس، انا كنت السنه اللي فاتت اجي لي شلل رعاش والله، كل طب دخل يقول لي ايزيكايس، اقول له ايزيكايس يعني ايه ايزيكايس؟ يقول لي الكورس بتاع ايزيكايس. ايزيكايس يا نهار اسود، ده سفينه فضاء دي ولا ايه؟ طلع كورس الايثكس، فكل واحد يخش يقول لي ايزيكايس اقول له ايثكس، يقول لي خلاص بقى يا دكتور بقى عايزين نسجل بقى الماده دي وخلاص. وسعداء جدا، لا يا فندم حضرتك لازم تبقى حزين، انت مش عارف تنطق ايثكس. التي اتش ثاء، حرف الثاء في العربي، انت راجل مصري عندك عربي عندك حرف الثاء، مش عارف تقول ايثكس، لا مش عارف تقول سبايكي بدل سبايكي، مش عارف تقول نيكست بدل نيكست، لا مش عارف تقول بروبرتيز بدل بروبابيلتيز. ها خلاص هسكت. بليز اتعلموا تنطقوا صح، وعشان تتاكدوا ان انا ما بتنططش عليكم، انا خريج مدارس عرب، ما اتعلمتش انجليزي بيرفكت في المدرسه، لكن اشتغلت على نفسي عشان احسن النطق بتاعي. بالتاكيد عندي كلمات ما زلت بنطقها مش مظبوط، بس بسعى حتى يومنا هذا بسعى. ولما اتعلمت اسباني اتعلمت انطق صح، وبالتالي لما بتكلم اسباني الناس بتبقى مبسوطه بيا جدا حتى لو غلط، لاني انا مصري هو متوقع ان انا ممكن اغلط، بس لما بيلاقي مستوى نطقي مرتفع جدا بيبقى سعيد بيا جدا. يبقى ده يخليك وانت رايح تقدم على شغلانه تتقبل، هتخش على راجل تقول له بروبيرتيز هيقول لك طب فوت علينا بكره، الكيست سبايكي مش هينفع، ديسبليسمنت كلمات، يعني تخيل كده كان عندي معيده ربنا بقى يديها الصحه، ديسبليسمنت دي حاجه ثانيه، دبلو سهل قوي ان انا اشتغل على نفسي شويه في الانجليش من خلال النت، اذا ما كانش معايا فلوس حتى ادفع، ده يفرق معايا جدا وانا بقدم على شغل جدا.
نطقك الانجليزي الصح ده ممكن اعمل لك شغلانه في حته كويسه. تروح تشتغل مع واحد ما بيعرفش ينطق زيك. لكن عشان تشتغل مع واحد في مستوى اعلى شويه بيبقوا عايزين شويه انجلش. لو شركه مقاولات كبيره شويه عايزه انجلش طبعا، لان ممكن تكون شغال في مشاريع مع دول تانية، ممكن يكون ليها فروع اخرى، مشاريع بتتعمل مع خواجات كتير، لا عايز واحد على الاقل بينطق الانجليش صح يعني. اوكي الايكويشنز بتاعتنا اللي هي بتيجي من معادلات الاتزان، تيجي من معادلات الاتزان. الانونز بالنسبه لنا هي ردود الافعال، يعني الانونز بالنسبه لي هي ردود الافعال. يبقى انا عندي في حاجتين، عندي الايكويشنز بتاعت الايكوليبريم وعندي الانونز ردود الافعال. انا عشان احل اي مساله محتاج اجيب ردود الافعال المجهوله. هستخدم ايه؟ معادلات الاتزان. عملنا الكلام ده فين كده؟ لا طبعا اتعمل في الميكانيكا قبل كده، طبعا اتعمل في الميكانيكا قبل كده. كنا بندي لك، مش انا يعني، كانوا بيدوا لك قوه مجهوله، كانوا بيدوا لك قوه مجهوله واقول لك احسبها. طيب هي تمام، لو عدد المعادلات اكبر من عدد المجاهيل، اذا كان النمبر اوف ايكويشنز اكبر من النمبر اوف انونز، ده بنسميه انستابل ستراكس. بتوع الماثيماتيك بيسموه انستابل سيستم، يعني لا يجوز باللغه العربيه الفصحى. يعني تخيل ان انت عندك معادلتين في مجهول واحد، المجهول ده هيطلع له خمتين، يبقى في حاجه غلط. في حاجه غلط ده في الماثيماتيك، يبقى في حاجه غلط في الاستراكشر. انت اتعلمت دي ان لازم يكون النمبر اوف ايكويشنز بيساوي النمبر اوف انونز، اللي هي كنا بنسميها سيمالتينيوس ايكويشنز، بالعربي اسمها معادلات انيه، يعني بتتحل مع بعضها. هي جايه من كلمه الان، يعني دلوقتي، هي معادلات مرتبطه مع بعضها في نفس اللحظه. يبقى السيمالتينيوس ايكويشن او معادلات انيه، انت لا عارف دي ولا عارف دي، بس انت عارف دول معادلتين في مجهولين، هتحلهم مع بعض تجيب المجهولين. ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل، هتحلهم مع بعض تجيب الثلاث مجاهيل، مش كده؟ مش كده صح اللي انا بقوله؟ هي ده بنسميه statically determined structure. ده بنسميه statically determined structure، يعني معادلات الاستاتيكا اللي هي سيجما اكس وسيجما واي وسيجما مو كافيين ان انا اجيب الانونز فاقدر اتعامل مع هذا المنشا. هنتعلم مش بقى الترم الجاي، الترم اللي بعد اللي جاي، ان في حاجه اسمها statically indeterminate structure. امتى؟ لو دكتور عدد افندم، وفي حد عمل شير سكرين بدل حضرتك غصب عنه. طب يعني ايه دلوقتي؟ يعني دلوقتي حضرتك مش عامل شير سكرين. ماشي، يعني اتمنى ان يكون مش قصده يعني. اه قفلها على طول تقريبا، كان غير قصده. اتمنى لان انا مش واثق. مش هيك، هي جنب المايك على طول، فممكن يكون داس على المايك، داس عليها بدل المايك. ما اعرفش ليه انت بتحاول تبرر له يعني. ما هو عادي عشان ما عادي عشان ايه هو غلط. ممكن يبقى متعمد، ممكن يبقى مش متعمد، مش كده؟ انت مفترض ان هو ما تعمدش صح؟ ما اعرفش. طب هل انا دلوقتي السكرين بتاعتي مش باينه؟ مش باينه ده. طب هو انا مش راضي يعمل لي شير سكرين دلوقتي. اه ده بقى ده مشكله، ان احنا يبقى معانا اطفال في سنه اولى مدى. دكتور، هو في عند حضرتك زر ريكويست كنترول؟ للاسف هو اوليفر اللي فاتح، علشان هو كان عايز، قال لي خليني افتح علشان انا بسجل المحاضره وانا بنزلها للطلبه، فانا ابقى كنترولينج الموضوع. لو انا اللي عامل الدعوه للمحاضره اوكي، بيبقى المفروض ان انا كده فتحت الفايل خلاص. اوكي تمام، اشتغل. اوكي، هو طبعا واضح كان في حد مش سامح لي ان انا افتح. هو فتح وقفل يا دكتور، يعني هو دلوقتي كده مش باين؟ لا باين عادي. باين خلاص، انا شايفه. طيب يعني ما اعرفش احلها ازاي، هشوف مع اوليفر هتتحل ازاي، اوليفر قال لي لا خليني انا اعمل انفيتيشن، علشان انا باخد الاتندنس وانا باخد الريكورد، انا بتحكم في الريكورد، فانا بنزله لهم بعد كده، لان انا لما بخش انا اشتغل ما بقعدش اعمل ريكورد بقى ولا اقعد اعمل كلام. فهو اوليفر عشان يظبطكم انتوا يعني، بس ده بيخليني انا معيش الكنترول، هو اللي معاه الكنترول.
فهمت اللي كان سؤاله بيقول لك كنترول؟ تمام. طيب هي يبقى تاني انستابل ستراكشر ده لا السنه دي ولا السنه الجايه ولا السنه اللي فاتت ممنوع. تخيل ان انت يبقى عندك منشا غير مستقر، ما ينفعش، لازم منشاتنا تبقى مستقره. يعني ايه منشا مستقر؟ بص السطر التحتاني خالص، على فكره انا قلتها من شويه هقولها تاني. يعني ايه منشا مستقر؟ يعني fulfill the conditions of equilibrium. يعني ايه fulfill the conditions of equilibrium؟ يعني مش ممكن يتحرك افقي، مش ممكن يتحرك راسي، مش ممكن يدور، ها، مش ممكن يتحرك في اتجاه زد، يعني 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 يحقق معادلات الاتزان، يعني ممنوع من الحركه في اي اتجاه. يبقى unstable structure ده out of discussion. طيب عندنا نوعين بعد كده، statically determined structure يعني محدد استاتيكيه، يعني الاستاتيكا تخليك تعرف تحل بالبلدي كده، ده السنه دي كلها يعني او الترم الجاي. عندي statically determined structure امتى دي بتحصل؟ لو عدد المعادلات اقل من عدد المجاهيل. لو عدد المعادلات يعني عندي مثلا معادلتين وعندي ثلاث مجاهيل، اجيب ازاي الثلاث مجاهيل دول؟ مش هعرف. يبقى الاستاتيكا غير قادره على ايجاد المجاهيل الانونز. يبقى في طرق اخرى عشان اجيب المجاهيل الزياده دي، ده اللي هندرسه السنه الجايه، مش الترم الجاي، السنه الجايه، ومش في بدايه السنه. يعني ممكن يبقى اخر الترم الاول تاخده طريقه، والترم الثاني تاخده ثلاث طريقتين كمان او ثلاثه، في طرق ثانيه خالص. الترم ده كله statically determined structure. طيب المعادلات المتاحه مين؟ ثلاث معادلات اتزان. لو انا بتكلم على plane structures احنا قلنا السنه دي هنشتغل plane structures الترم ده انا اسف، زائد 1 or more equation for each intermediate tension. انت السنه اللي فاتت خدت في التراسز طريقه الجوينت صح؟ كنت بتيجي عند الجوينت وتدرس اتزان سيجما اكس بصفر وسيجما اي بصفر. يعني انا ممكن يبقى عندي معادلات زياده من الانترميديت هنج. اوكي؟ احنا اتفقنا ان لو الهنج جت في الطرف وفي تهشير كده بقى اسمها هنج سبورت. انما لو هنج جت في نص المنشا زي التراسز اللي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت دي بنسميها انترميديت هنج. كنا بنيجي عند الانترميديت هنج دي ندرس اتزان سيجما اكس وسيجما واي، كنا مسمينها جوينت. الجوينت دي هي انترميديت هنج. يعني في معادلات زياده بتجيلي من الانترميديت هنجز. يبقى المعادلات المتاحه عندي مش بس الثلاثه بتوع الاتزان، لا وكمان المعادلات اللي بتجيلي من الانترميديت. طيب النمبر اوف انونز احنا اتفقنا ان هم النمبر اوف رياكشن، ده اللي انت شايفه بعينك. بعد كده ان شاء الله بعد اربع اسابيع هناخد الفريمز وهناخد حاجه اسمها كلوزد فريم. الكلوزد فريم اي شكل مغلق في الاستراكشر هو بيمثل لي 3 unknowns. يبقى دلوقتي خليها بس كده في الانترودكشن، بعد كده لما نوصل النقطه دي هقول لك فاكر لما قلت لك ان الشكل المغلق بيمثل 3 unknowns؟ هوضح لك ازاي بقى ايه هم 3 unknowns دول. يبقى انا كده هنا دي انترودكشن. طيب تمام. الانترميديت هنج شكلها ايه؟ الانترميديت هنج بتبقى دايره زي ما اتفقنا. تمام؟ دي بتفصل الكاميرا الى جزئين. دي اللي انا بشاور عليه. بصوا كده شايفين ايدي في الكاميرا، ايدي باينه في الكاميرا. لا باينه. بص اهو اهي، شوف الكاميرا متصله ازاي اهي. يعني اكس وواي ليهم قيمه لكن العزم ملوش قيمه، ما بتقاومش عزوم. يبقى الديفينيشن بتاع الانترميديت هنج ايه او بتاع اي هنج في الدنيا ايه؟ ملهاش رد فعل عزم. عارفين اكشوالي ده ماسك ازاي؟ ده ماسك كده زي مفصله الباب، زي مفصله الباب. شوف اكس بيقاوم، واي بيقاوم، لكن عزم ما بيقاومش، زي مفصله الباب بالظبط. طيب يبقى انا اقدر افصل المنشا عند الهنج دي لجزئين، جزء شمال وجزء يمين. باي ديفينيشن الانترميديت هنج او الهنج بيبقى عندها دايما ردين فعل متعامدين. حطيت اكس وواي الناحيه دي، لازم الناحيه الثانيه يتولد اكس وواي قدهم وعكسهم. يوم لما اقفل الشكل اكس تضيع اكس، واي يضيع واي، ويرجع للوضع الاصلي. طيب ليه بنقول الانترميديت هنج بتدي 1 ايكويشن زياده؟
انا من حقي ثلاث معادلات اتزان صح، سيجما اكس بتساوي صفر، سيجما اي بتساوي صفر، وسيجما المومنت حوالين اي نقطه بتساوي صفر. مظبوط، انسى سيجما اكس وسيجما الواي. انا لو خدت مومنت حوالين النقطه دي للشكل كله بيساوي صفر، صح ولا غلط؟ صح. طب وحوالين النقطه دي للشكل كله؟ صح. طب وحوالين النقطه دي للشكل كله؟ صح، بيساوي صفر. لما انا فصلت الانترميديت هنج، فصلت المنشا انا اسف عند الانترميديت هنج الى جزئين، اصبح من حقي اخد مومنت عند الهنج بيساوي صفر، هيروح الاكس والواي، يطلع لي معادله في مجهول جديد. ومن حقي اخد مومنت عند الهنج من ناحيه الشمال بيساوي صفر، يبقى انا اصبح من حقي اخد معادلتين عزوم بدل معادله واحده، يبقى زاد عليا 1 ايكويشن. تاني، انا الانترميديت هنج باي ديفينيشن ما بتقاومش عزوم، يبقى ستراكشر كان بي ديفايدد ات ايتش انترميديت هنج. طب انا لو قسمت المنشا بتاعي هنا الى جزئين، يبقى انا من حقي اخد مومنت يمين بصفر وشمال بصفر، بقى عندي منشأ شمال ومنشأ يمين، هاخد مومنت ناحيه الشمال بصفر واخد مومنت، يبقى اصبح من حقي اخد معادلتين عزوم. ها، اي نقطه انا من حقي اخد عندها مومنت للشكل كله بصفر، النقطه دي بالذات اصبح من حقي اخد عندها مومنت من ناحيتين، يبقى كم معادله زادت عليا؟ واحده زادت، واحده زادت، كان من حقي اخد واحده اصبح من حقي اخد اثنين، يبقى زاد عليا واحده. فدايما بنقول دي بتدي 1 ايكويشن. بص على الهنج، بتفصل منشا لكام جزء؟ لثلاث اجزاء، شمال ويمين وتحت. انا كان من حقي اخد مومنت للشكل كله بيساوي صفر، اصبح من حقي اخد مومنت شمال ويمين وتحت، فاصبح من حقي كام معادله؟ ثلاثه، صح، بدل واحده، يبقى اللي زادوا عليا 2 ايكويشنز. عشان كده دايما بنقول فور ايتش انترميديت هنج النمبر اوف ايكويشنز بيساوي النمبر اوف بارتس ناقص واحد. واحد ده اللي هو مين؟ سيجما مومنت للشكل كله موجود اصلا، عدد الاجزاء اللي بينفصل لها المنشا ناقص واحد. يعني الهنج بتفصل منشا ثلاث اجزاء يبقى بتدي 2 ايكويشنز، دي بتفصل منشا الاربع اجزاء يمين شمال تحت تحت بتدي 3 ايكويشنز، دي بتفصل منشا لجزئين فقط، العمود والكاميرا متصلين ببعض، والكاميرا دي والهنج يا دوبك ماسكه اليمين بالشمال، يبقى دي بتدي 1 ايكويشن. هنا الكاميرا اللي فوق متصله وماسك فيها كاميرا مايله وكاميرا مايله، يبقى دي بتفصل منشا ثلاث اجزاء يبقى بتدي 2 ايكويشن. هتقول لي انت سريع شويه يا دكتور، معلش معلش، الكلام ده كله هياتي ذكره في المحاضرات القريبه جدا، يعني فوت المحاضره الجايه اللي بعدها هنبتدي بقى نتكلم في الكلام ده اكتر. فدلوقتي اعرفه كمعلومه، يعني ايه انترميديت هنج؟ يعني نقطة لا تقاوم معزوم في المنشأ، يعني أقدر أفصل عندها المنشأ إلى جزئين أو ثلاثة أو أربعة حسب عدد الممبرز المتصلين بها. لما أقفل، أنا آسف، لما أفصل كل ناحية هيتولد فيها X و Y، لازم لما أقفل الـ X تضيع الـ X والـ Y يضيع الـ Y وأرجع للوضع الأصلي. طب هنا أنا لما فصلت أحط X و Y و X و Y و X و Y، هي by definition cannot resist moment، لا تقاوم عزوم، يعني بالبلدي ما عندهاش رد فعل عزم، ما عندهاش رد فعل عزم. So the moment about any intermediate hinge from one side only is always equal to zero. هاي المفروض بقى لما اقفل الشكل التلات اكسات دول يبقى مجموعهم صفر، والتلات وايات دول يبقى مجموعهم صفر، جمع جبري عادي جدا، عشان لما اقفل الشكل ارجع للوضع الاصلي ده تاني. تمام؟ هاي كمان حاجة عشان اخلص الديفينيشنز، لان اللي جاي كله ما فيهوش ديفينيشن. في عندنا حاجة مشهورة قوي اسمها اللينك ممبر، هتقولي وانت قلبك جامد كده ليه علينا يعني، يعني ما ترحمنا شوية. هقول لك لا، انت خدت اللينك ممبر في التراسز السنة اللي فاتت، انت خدت اللينك ممبر في التراسز السنة اللي فاتت، عشان كده قلبي جامد وانا بقولها، صح؟ فاكرين التراس ممبر كان بيتولد فيه قوة واحدة فقط في اتجاه محوره. أنا بس هوصف لك، هحدد لك يعني إيه لينك ممبر. في الميكانيكا ما بيسموهش لينك ممبر، بيسموه تو فورس ممبر. أنا ما بحبش التسمية دي خالص، ما بحبهاش. عايز يقول لك إيه؟ إن اللينك ممبر ده اتراس عليه قوة من هنا وقوة من هنا، فهو بيبقى عليه قوتين بس في اتجاه محوره، فبيسموه تو فورس ممبر. أنا ما بحبش التسمية دي، إحنا عندنا في الهندسة المدنية اسمه لينك ممبر. اللينك ممبر ده في ميكروفون مفتوح يا جماعه، اللي فتح ميكروفونه يقفله،
في مايكروفون مفتوح، وطبعا اللي فتحه ده بيتكلم مع حد تاني ومش دريان، وانا سامع صوته بنوته بتتكلم، واتمنى ان ما تكونش مامتها يعني. تمام، بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، تعريف اللينك ميمبر، انسى الكلام الانجليزي بقى، انت براحتك في الدنيا. تعريفه ايه؟ جزء مستقيم من المنشا يبدا بمفصله وينتهي بمفصله، او داخليه يعني، ممكن تبقى مفصله سبورت، ممكن تبقى داخليه. تمام، جزء مستقيم من المنشا يبدا بمفصله وينتهي بمفصله، مفيش احمال بين المفصلتين. ارجع كده للتراسس بتاعت السنه اللي فاتت هتلاقي هو ده المنظر بالظبط، دايما بيبقى جزء مستقيم يبتدي بمفصله داخليه وينتهي بمفصله داخليه، او بمفصله عاديه وينتهي بمفصله داخليه، مفيش احمال بين فصلتين. في التراسس الاحمال كلها كانت بتبقى عند الجوينتس، نتيجه لكده بيكون له رد فعل واحد فقط في اتجاه محوره. يعني لما حضرتك تلاقي جزء مستقيم من المنشا يبدا بمفصله وينتهي بمفصله، مفيش اي احمال بين المفصلتين، بتقول ان ده له رد فعل واحد في اتجاه المحور. يعني لو اللينك ممبر ده مايل، كنا بنيجي في التراس نحط رد الفعل في اتجاهه فقط، او القوه الداخليه في اتجاهه. ده اللي كنت بتعمله السنه فاتت انت في الميكانيكا، وتحلل بقى اكس وواي وتجيب المركبات والقلبك يحب كله. حل الاكس واي بعد كده، مش دي قضيه خالص، مش دي قضيه خالص. طب اثبات الكلام ده ما ياخدش ثانيه واحده مننا. انا دي هنج حطيت عندها اكس وواي، ودي هنج حطيت عندها اكس واي، وخدت مومنت عند الهنج اللي فوق دي. الواي بي والاكس بي مرين بنقطه اخذ العزوم، الواي اي مره بنقطه اخذ العزوم، مش فاضل غير الاكس اي. فقلت يبقى الاكس اي في المسافه ال بيساوي صفر. طبعا مش ممكن يكون طول الكاميرا صفر، يبقى الاكس اي بيساوي صفر. من سيجما اكس بيساوي صفر يبقى الاكس اي بيساوي الاكس بي بيساوي صفر، من سيجما واي بيساوي صفر يبقى الواي اي بيساوي الواي. يعني انا استخدمت ثلاث معادلات اتزان، سيجما اكس بصفر وسيجما واي بصفر وسيجما مومنت بصفر، اكتشفت ان رد الفعل العمودي على اللينك ممبر طلع بصفر، وان طلع رد الفعل في اتجاه المحور بتاع اللينك ممبر. انا باخد ده كانه بديهيه بعد كده. طب ده بيفيدني في ايه؟ لو عندي لينك ممبر مايل، لو انت فرضت واي واكس كانهم مجهولين، هتصعب على نفسك المساله. انت فرضت رد فعل في اتجاه المحور بتاع اللينك ممبر وحللته لاكس وواي، فانت بتتعامل مع الاكس والواي دول على انهم مجهول واحد بيربط بينهم ان تان سيتا بيساوي واي على اكس، ويبقى ار كوساين سيتا بيساوي اكس، ويبقى ار ساين سيتا بيساوي الواي، وتبقى الار بتساوي الجذر التربيع الاكس سكوير زائد واي سكوير. هو نفس الكلام اللي عملناه هنا ولا لا؟ يعني رولر مايل هو بالظبط اللينك مايل، رد الفعل في اتجاه المايل فقط، ورد الفعل العمودي بصفر. يبقى انك تعرف ان ده لينك ممبر، ده فايدته يوفر وقت. ليه انا جمدت قلبي وقلته في الديفينيشنز؟ لانك اتعرف لك قبل كده السنه اللي فاتت، اتعرف لك قبل، بس ما حدش سماه لك، انا سميته لينك ممبر. طب حد اثبته لك؟ لا، ما حدش اثبت لك ان رد الفعل في اتجاهه. هو بيبقى الدكتور وبيش بيقول لك ايه؟ حط رد الفعل في اتجاهه، تحطه في اتجاهه. بيقول لك، انا بقول لك برضو، هو بيقول وانا بقول نفس الكلام، وما يقولش كلام غلط، بس اثبته لك. طب اثباته حاجه صعبه؟ لا، خد منبر يبتدي بهنج وينتهي بهنج، ما فيش احمال بين المفصلتين، حطيت عند الهنج دي اكس واي، وحطيت عند الهنج دي اكس واي، خدت مومنت عند البي، الاكس بي والواي بي والواي اي ما لهمش عزم، يبقى الاكس اي في ال بصفر، يبقى الاكس اي بصفر، سيجما اكس بصفر الاكس اي. يبقى انا عرفت ان رد الفعل العمودي بصفر، ما فيش غير رد فعل في اتجاه المحور بتاع اللينك. قلت من سيجما اي بيساوي صفر، يبقى الفورس ده بيساوي الفورس دي. يوم لما يجي لي لينك ممبر مايل احط ار قدها وعكسها ار، عشان كده قلت ان هاز وان رياكشن اور انترنال فورس ان ذا ممبر دايركشن، اللي احنا بنسميها في الميكانيكا اكسيال فورس، بالعربي قوة محورية. يعني دايما اللينك ممبر بيبقى فيه قوة محورية، مفيش أي قوة تانية، عمودي على محوره لا يتولد قوة. طب فايدة الكلام ده إيه؟ توفير الوقت وأنا بحل المسائل، مش فايدة تانية.
يعني انا خدت بالي ان ده لينك ممبر وفرت وقت، ما خدتش بالي ان ده لينك ممبر احل المساله صح، لان عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل. لما لو عندي 3 لينك ممبر في المساله، لو واحد ما خدش باله ان دول لينك ممبر هيحط كام رد فعل؟ 6 اكس واي اكس واي اكس واي، 6 ردود افعال. واحد خد باله ان ده لينك ممبر حط 3 ردود افعال، انه الاسهل اقعد احل 6 معادلات ولا احل 3 معادلات؟ تبقى هنا توفير الوقت هيبقى قد ايه؟ لو اترس انا ما خدتش بالي ان دول كلهم لينك ممبرز، ايه اللي هيحصل؟ استحاله تعرف تحل التراس، مش هتعرف تحله من اصله، لان التراس هنا فيه 10 ممبرز، هتحط 20 اكس واي؟ استحاله، مش كده؟ هاي يبقى اللينك ممبر للمره ال50 فايدته ان انا بسرع الحل، ان انا بقلل المعادلات، يعني بقلل نسبه الخطا. لكن ان انا اخد بالي ان ده لينك ممبر او ما اخدش بالي ان دي لينك ممبر، ان انا اسميه لينك ممبر او ما اسميهوش لينك ممبر ما يفرقش في حل المساله. كلنا في الاخر هنطلع نفس الحل، كلنا هنطلع نفس الحل، تمام؟ موضوع الرياكشنز هو 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 شغل ميكانيكا بحت، يعني انا كاني بديك محاضره استاتيكا مش استراكشر. فرق بس ان احنا حطينا الاحمال على منشا، يعني انت في الاستاتيكا كنت بتتعامل مع الاحمال مرميه كده في الورقه متوصل بينا بخط منقط. دلوقتي الاحمال دي بيربط بينها structure، ادي كل الشغلان. انما اللي انا بعمله كله ميكانيكا، سيجما اكس سيجما واي سيجما مومنت بيساوي صفر، عشان اجيب ردود الافعال المجهول. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى مبدئيا انا بيجي لي مساله بسيطه جدا زي دي، هنبتدي اكيد بكاميرا، فبيقول لي والله بالكاميرا اللي قدامك دي يا فندم عايزين الرياكشن. حاضر حاضر. انا اول حاجه بقول اه والله دي هنجة سبورت، يبقى ليها ردين فعل اكس واي، حطيت اكس اي وواي اي. ده رولر سبورت، يبقى له رد فعل واحد عمودي على اتجاه الحركه، اهو السبيس مسموح للرولر دي في الحركه الافقيه، يبقى انا عندي رد فعل راس. والله لو الرولر ده مايل كنت حطيت رد الفعل عمودي على المايل، لو الرولر ده رأسي كنت حطيت رد فعل افقي، بس انا عندي الرولر اهو فحطيت رد فعل في الاتجاه الرأسي. كم رد فعل؟ 1 2 3. كم معادلة اتزان؟ 3. مظبوط يا فندم؟ يبقى اقدر اجيب المجاهيل ولا ما اقدرش اجيب المجاهيل؟ طيب نقطة تنظيمية، طريقة رسم المسألة شايفين ازاي؟ طريقة كتابة الرياكشنز، طريقة توقيع الأحمال، ده مش بمزاج حضرتك. ليه؟ لأنه مش بمزاجي أنا، لا بمزاجي ولا بمزاجك. المنظر اللي قدامك ده it's a standardization، يعني كلنا لازم نلتزم. يعني واحد رسم لي السبورت تحت وحط رياكشن فوق، صح ولا غلط؟ من وجهة نظر الاستاتيك صح، كاستاتيكا صح، إنما من وجهة نظرنا في الاستراكشر يعني في قسم مدني لا، مش ده المكان اللي احنا بنحط فيه السبورت. هتقولي طب وتفرق في ايه؟ ما انا وانا بسألك مساله مش هدي لك صفر اكيد، هدي لك الدرجه كامله، لكن تفرق في ان احنا شغلنا في الهندسه المدنيه، في الهندسه بصفه عامه، بس خلينا اتكلم على اللي انا اعرفه بعمق. يعني دايما في حد بيراجع على شغلك، يعني لو انت مهندس في مكتب هتلاقي في مهندس ثاني بيراجع عليك في مكتبك، ولو انت مكتب هتلاقي في مكتب اكبر بيراجع عليك تبع الحكومه او استشاري او whatever is. فلازم كلنا بنلتزم بشكل معين، عشان ما ينفعش واحد يقعد يدور على الرياكشن، يعني ما ينفعش واحد بيرجع وراه يدور على الرياكشن، ولا انت نفسك تدور على الرياكشن. انت بتثبت اماكن الحاجات بالطريقه المعتاده، يقوم انت نفسك لما عينيك تقع على المساله انت شايفها وعارف كل حاجه. نمره 2 اللي انا اكدت عليه المره فاتت، كل ده مرسوم تو سكيل، يعني ده مثلا 8 متر هرسمها 8 سنتي، فهعمل 2 سنتي وحط السبورت، 4 سنتي وحط ال 12 طن وال 3 طن، و 2 سنتي هيبقى اخر الكاميرا مثلا. ممكن تعملها اصغر او اكبر، السكيل ده بتاع حضرتك، بس بنتكلم على سكيل منطقي 8 سنتي فير انف. ثالث حاجه فور اكزامبل، تلاحظ ان انا لما حطيت الاكس دي حطيتها تحت الكاميرا سنه، ولما حطيت ال 3 طن دي حطيتها تحت الكاميرا. الاقي طالب حاططها لي فوق محور الكاميرا، اقول له لا لو سمحت نزلها تحت شويه، يقول لي ليه؟ اقول له عشان مش هتاخد بالك منها. تاني هو الموضوع مش انا بحب ايه وبكره ايه، القصه كلها عندنا هنا ان كل حاجه يبقى ليها نظام
علشان كلنا نعمل نفس الحاجة، علشان انت نفسك ما تدورش على حاجتك بعد كده. انت نفسك لو مش منظم، لو انت مش منظم في دولابك، لو انت مش منظم في اوضتك، هتقعد تدور على القلم ساعة، وتقعد تدور على التيشيرت ساعتين، وتقعد تسيبه وتلعب في اليوم اللي انت عشت فيه مع الناس دي، والمشكلة فيك انت، مش في الناس اللي حواليك. فالنظام دايما بيقلل الاخطاء، بيسرع الحل، يسرع حياتك. انت نازل من بيتك لو انت راجل منظم، بتدي لنفسك 10 دقائق هلبس واكل واشرب واعمل واعمل، هتلاقي نفسك 10. انما لو انا بدور على التيشيرت 10 دقائق اصلا، طب ما انا ده انا لازم اصحى قبلها بساعه. اوكي، هو ده بالظبط اللي احنا عايزينه من حضرتك، ان يبقى في نظام. هو ستاندرد على فكره، مش مزاجنا. يوم انا ببص على المساله هشوف الرياكشن مكانه، هبص على مكان الرياكشن على طول. حضرتك بتبص بعد كده على المساله، هتبص على مكان الرياكشن على طول. واحد صاحبك بيبص على الشيب بتاعك هيفهم على طول، مهندس بيراجع عليك هيفهم على طول، ان سو اون، مش محتاج يسالك. ادي واحد اثنين وثلاثة. طيب انا عندي اكس واحده مجهوله، فقلت سيجما اكس بيساوي صفر، قلت خمسة ناقص الاكس ايه، انا لسه مش عارف بكام، انا كتبت انها ب 8 زائد الثلاثة بيساوي صفر. طلعت الاكس ايه ب 8 طن موجب، يعني مع الفرض اللي انا فرضته، انا فرضت الاكس عكس الخمسة، طلعت 8 طن. رحت رايح كاتب ال 8 طن هنا. عيب المحاضرات اللي انا عاملها دي، واللي كل زمايلي عاملينها في معظم المقارنات، ان احنا للاسف بنحط لك الحاجه على طول. طبعا انا ما عنديش الكلام ده مكتوب اصلا، انا الكلام ده كنت بكتبه على السبوره. فانا قعدت مع نفسي الشهر اللي فات اجهز نفسي، فابتديت ارسم الكلام ده على الكمبيوتر. يعني انا عندي امتحانات وعندي اساينمنتس كله على الكمبيوتر، لكن محاضراتي مش على الكمبيوتر. فانا قعدت اعملها على الكمبيوتر، بس عملتها بطريقه مش صح 100%، ان انا بحط المساله كامله، المفروض المساله تطلع لك جزء جزء. ده محتاج وقت تاني رهيب، اتمنى ان انا ما احتاجش ده، وان السنه الجايه على طول نرجع للسبوره تاني، وما نحتاجش التعليم عن بعد ده اللي انا مش مقتنع بيه، ما اعتقدش حد مقتنع بيه من اللي بيدرسوا على الاقل. اوكي، غير الناس اللي قرروه، يعني ده قصه تانية. نمره 2، اذا ربنا ادانا العمر واضطرينا ان احنا نكمل اونلاين، لا انا هبتدي اشتغل على المحاضرات بحيث ما يطلعش الثلاث تستر دول مره واحده، اطلع السطر الاولاني وبعدين السطر الثاني، ويا ريت يبقى سيجما اكس بيساوي صفر، وبعدين يطلع ده وبعدين يطلع ده، وبعدين اروح كاتب ال 8 طن هنا. كل ده محتاج بس اللي هو السيكونس، وده بياخد مجهود كبير جدا في الباوربوينت. ارجع مرجوعي تاني، اول ما بجيب قيمه الاكشن بكتبها على الرسم على طول دايما. ده طلع زائد 8 طن، يعني مع الفرد، انا فرضها كده، يبقى ال 8 معناه مع الفرد. احنا شغالين بقلم رصاص دايما، شغالين بقلم رصاص دايما، حتى لو انا فرضت رياكشن غلط، انا بقول لك الافضل ليا انا، المفروض يكون الافضل ليك برضو، انك تمسح السهم وتحطه في الاتجاه المظبوط وتحط القيمه على طول. يعني اوعى تكتب لي ان الاكس بتساوي ناقص 8 وتسيب السهم غلط. ده على طول وانت شغال هتلاقي نفسك خدت ال 8، خدت اتجاه السهم وما خدتش بالك من الناقص. ده خبرة، احنا مش بنقولك عن حاجة لا انا هاخد بالي، لا انت زيك زي اللي قبلك زي اللي بعدك. الطالب وهو بيحل بيتلخبط بيغلط ما بياخدش باله، فلما نقولك الطلبة بتاخدش بالها وبتغلط، مش عايز اقولك ان كمان لو دكتور شغال هياخد السهم ومش هياخد باله من اشارة الفورس ابدا. يعني ما تحطليش سهم في اتجاه غلط وتكتب ناقص 8 ابدا، ارجوك هتتلخبط. تمام، هاي دلوقتي انا فاضل لي سيجما واي وسيجما المومنت. سيجما واي ما ينفعش ابتدي بيها لان عندي واي ايه مجهول واي بي مجهول. علمونا في الميكانيكا ان الاحسن ان انا اخد معادله مومنت، اخد احاول اجمع اكبر عدد من المجاهيل في نقطه واحده عشان يطلع لي معادله واحده في مجهول واحد. يعني انا سعي الدائم ان يطلع لي معادله واحده في مجهول واحد. يبقى لو انا جيت خدت مومنت عند البي، خلصت من الواي بي، خلصت من الاكس ايه ولو اني عارفها، بس خلصت منها برضو عشان حتى لو جت غلط ما تاثرش على قيمه الواي ايه، وابتديت اخد معادله عزوم تاني. انا ابتديت بالستة في 8 بتلف عكس عقارب الساعه موجب. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها مع عقارب الساعه موجب او عكس عقارب الساعه موجب، اتجاه الفرس كده موجب وكده سالب. انا هنا تعمدت ان انا ابتدي بالخمسة موجب، دي معادله صفريه، ده مجموعه ارقام تساوي صفر. انا ببتدي من اول الكاميرا دايما، اللي بيقابلني انا ابتديت بالخمسة موجب، الثمانية انا فرضها عكسها، الاكس انا فرضها عكسها، يبقى ناقص اكس، الثلاثة معاها يبقى زائد ثلاثة. ما تبتديليش بناقص خمسة المعادلة ابدا، وما تبتديش بالثمانية وبعدين تاخد الخمسة وبعدين تاخد الثلاثة.
ده نصيحة خالصة، نصيحة خالصة لتقليل احتمال الخطأ. دايما ببتدي من طرف الكاميرا وجمع، او ابتدي من طرف الكاميرا ده وجمع، ما سيبش حاجة وانا ماشي. انا ابتديت من طرف الكاميرا ده، انا باخد عزوم حوالين دي 6 دي في 8، يبقى انا كده خدت اللي بيلف عكس عقارب الساعة موجب. مش مهم الواي بتلف عكسها، يبقى ناقص واي ايه في 6. طيب الحمل الموزع ده لو تلاحظوا انا حطيته 4 في 4 و 4 في 2، فاكرين احنا قلنا W ton per meter، يبقى قيمة الحمل W في ال، وبيأثر فين؟ هاي لما جيت احطه على الرسمة حطيته متقسم زي ما انتوا شايفين. ودايما بنقول للناس كده لو عايز تحط distributed load على الرسمة لو سمحت ما تحطوش كله على بعضه، حط الحتة دي لوحدها والحتة دي لوحدها، على اساس ان في concentrated load قاسم distributed load، لان الرياكشن دي انا بجيبها عشان احسب الانترنال فورسز، مش عشان اجيب الرياكشن، على فكره مش عشان سواد عيون الرياكشن، الهدف هو حساب الانترنال فورسز. كل جزء من اجزاء المنشأ شايل قد ايه؟ تمام اوكي. هاي لكن وانا بغسل المعادله انا باخد مومنت عند البي، ايه هي المشكله ان انا اقول 4 في الستة كلها؟ احنا بنقول ايه 4 طن بر، قيمته 4. طب الحمل ده طوله كام؟ 6. فخدت دي كلها 4 في 6 بكام؟ ب 24، اللي هي 16 زائد 8 ب 24. فانا خدت 4 في 6، ودايما هتلاقيني الحمل الموزع لما اتعامل معاه بكتبه كده عشان تبقى انت واخد بالك كويس قوي. ال 6 دي ده الحمل الكونسنتريتد، انما ال 4 في 6 ده الحمل الموزع. يبقى انا خدت حته طولها كام؟ 6 متر، ده يونيفورم لود مستطيل، يبقى السي جي فين؟ في المنتصف. يبقى المنتصف 6 متر ونصها كام؟ 3، يبقى في 3. يبقى ده 4 في 6 ده قيمة الحمل الموزع، يا إما تقول مساحة الحمل اللي هو مستطيل 4 في 6، يا إما بتقول 4 طن لكل متر. طب الحمل طوله 6 متر، يبقى 4 في 6 24 طن، في كام بقى؟ 6 متر الحمل ده بيأثر في نصها لأن ده مستطيل، يبقى في 3 زائد اهي ال 12 بتلف مع ال 6 ومع الحمل الموزع، يبقى زائد 12 في 2 الكلام ده بيساوي 0. يبقى هتخلص المعادله دي هيطلع الواي ايه ب 24 طن، رحت كاتب 24 طن. دلوقتي بقى اقدر اقول سيجما واي بتساوي، ابتديت بال 6 مش مهم نازله ولا طالعه، انا خدت ال 6 دي عكسها يبقى ناقص 24. جالي الحمل الموزع لاسفل فقلت زائد 4 في 6، اوعى تضربها في مسافه، ال 12 لاسفل زائد 12 الواي بي انا فارضها الاعلى يبقى ناقص الواي بي بيساوي 0، طلع الواي بي بيساوي 18. رحت كاتب 18. خطوه التشيك دي في دكاتره كتير قوي يقولوا ايه؟ اذا انت ما عملتش تشيك هنقصك. لا انا بهاء بقى ما بنقص على التشيك، ما بنقص على التشيك. التشيك ده حاجه تهمك انت ما تهمنيش انا. احنا بنعمل كالكوليشن، وارد ان انا غلط في الكالكوليشن، فبنشيك. اشيك على الشغل ازاي؟ بقول تخيل ان واحد غيري بيحل وابتدى بمومنت حوالين ايه؟ دلوقتي انا عارف ان الواي بي ب 18، هاخد بقى مومنت عند الايه؟ وعلى فكره مشيت بنفس السيكونس، ابتديت من الشمال 6 في 2، الحمل الموزع ده دلوقتي بيلف عكس ال 6 بقى، بيلف كده 4 في 6 في نص ال 6 3، ال 12 دي مضروبه المره دي في 4، انا باخد مومنت عند الايه؟ يبقى ناقص 12 في 4. ال 18 بتلف انتي كلوك وايز مع ال 6 يبقى زائد 18 في 6، لازم الكلام ده يطلع زيرو اكزاكت، يبقى انا اطمنت ان شغلي مظبوط. التشيك ده مفيش مهندس بيعمل حاجه في الهندسه الا لما بيشيك عليه. المهندسين يقفل العربيه ويشيك انه قفل العربيه، يقفل باب الشقه ويشيك انه قفل باب الشقه. من كتر ما احنا بيربونا على ان كل حاجه احسبها لازم اشيك عليها، هتلاقي المهندس كده في حياته عمال يشيك على كل حاجه بيعملها. يبقى مرض عندك، يبقى مرض، مانيه بيسموها باللغه العربيه الفصحى، مانيا بالانجليزي، اللي هو يبقى انت كده دايما قلقان، دايما عايز تطمن حساباتك صح. للاسف هو المهندس كده. احنا اخطائنا مكلفه جدا، دلوقتي هتكلفك درجات، بعد كده هتكلفك حياتك كلها. أخطائنا مكلفة، فطبيعة دماغنا بتتظبط على إن كل حاجة بحسبها أعمل عليها تشيك.
تشيك ده عشان مصلحتك انت مش عشاني انا. انا مش لازمني تشيك الاكشن صح. شكرا. طيب ملاحظتين. كتير جدا هتلاقي مسائل ما بتديش ارقام صحيحه. انا هنا مظبط المساله عشان تدي ارقام صحيحه. طيب لو الارقام مش صحيحه بنقول للطالب لو سمحت احنا لا نعترف بالفراكشنز، لا نعترف بالقصور الاعتياديه، احنا فقط بنشتغل بالقصور عشريه ديسيمالز. ولو سمحت رقمين عشرين دايما 2 ديسيمالز مينيمم. انا وانا طالب كان بيقولوا لي 3 ديسيمالز، احنا دلوقتي بنقول 2 ديسيمالز لو سمحت. يعني 8.24 24.6 مش عارف 6 مثلا. اوكي تمام. التشيك هنا مش هيطلع بصفر. لو انت واخد 2 ديسيمالز هتلاقي التشيك بتاعك يطلع ايه 0.04 يعني 0 علامة عشرية 0 ورقم 2 3 4 0.04 0.03 0.02 مش هيطلع اكبر من كده ابدا. هو equal to zero. يبقى هنا لو الأرقام مش صحيحة لو سمحت رقمين عشريين ما تقوليش 3 وتلت لو سمحت، هي 3.33. ما تقوليش 6 وتلتين، هي 6.67. هنا لما هتعمل check مش هيطلع بصفر بس هيطلع 0.01 0.02. لو طلع 0.3 يبقى في حاجة غلط عندك في الحسابات. أوكي؟ أدي أول ملحوظة. تاني ملاحظة على وهي حضرتك خدت مومنت عند بي ومومنت عند اي، في الحالتين الاكس اي ما دخلتش في معادلة الاتزان. يعني انت ما عملتش تشيك على الاكس اي، انت عملت تشيك على الواي اي والواي بي فقط. يبقى في الكاميرات دايما الاكس بتاعت الكاميرا هتبقى في مستوى محور لما حضرتك عند اي نقطة انت بتحسب الاكس دي اللي تشيك بتاعها انك تحسبها مرتين، تحسبها مره وتتاكد تاني من حساباتك. خد بالك انا بقول لك حاجات مهمه جدا، بقول لك حاجات مهمه جدا لان الاخطاء الرقميه هنا بتمثل عندنا مشكله كبيره جدا. ها تيرين على انت وفي مايكروفون اتفتح وفي كلام مش مصري اساسا. سامعيني يا شباب؟ هي اه دكتور تمام. هل دي شغاله نيجيريه مثلا ولا ده ايه اللي حصل؟ طب معلش سوداني جنوبي مثلا ولا شمالي؟ لا انا حاسس انها لغه تانية. مش مهم ممكن يكون معانا طلبه سودانيين وفي الجنوب السودان بيتكلموا انجليزي او اعتقد هيبقى عندهم اكيد لغه محليه ويصلحوا لي لو معانا حد من جنوب السودان في الدفعه بتاعتنا. انا معايا كتير، كان عندي اصدقاء من جنوب السودان. تمام نكمل المسيره. يبقى خد بالك ان في الكاميرات دايما في الكاميرات الاكس ملهاش تشيك. التشيك الوحيد انك تبقى حريص وانت بتحسب. تمام قبل ما اسيب المساله دي في اي حد له سؤال؟ شفتوا قد ايه المساله هايفه؟ شفتوا قد ايه ان احنا بنعيد كلام الاستاتيكا بس الاخطاء كثيره جدا في هذا الكلام الهايف، والخطا عندنا مكلف جدا جدا جدا. عشان كده قلت مشكله الاستراكشر انت هنبتدي بهايف وهنصعب وهنصعب وهنصعب، وهو كلام سهل جدا بالنسبه لاي مهندس مدني. لو الطالب حس انه عبيط بيغلط اخطاء عبيطه وما بيحسش انه غلطان، هو ده مصيبه الطالب. يقول لك الكلام ده سهل جدا ويغلط غلطات نايف برضه عشان هو مش مؤهل انه يحل السهل. لو انت مؤهل انك تحل السهل والله تجيب فول مارك في الاستراكشر. انا بقول انا مش بهزر، فول مارك. اكمل طلبه اتفضلي. هو احنا ليه ما عملناش تو رياكشن عند البي؟ طيب مع بعض. اول حاجه انت حضرتي الجزء الاول من المحاضره؟ اه تمام. نمره اتنين احنا ما بتستخدمش مع العبد لله ولا اونلاين ولا في المحاضرات. احنا دي تعود على مين حضرتك؟ نعم يا دكتور.
ليه بتتكلمي عن نفسك بكلمة إحنا؟ يعني مين اللي معاكي في إحنا؟ لا معلش يا دكتور. لا أنا أصل دي عادة عندكو كلكو، كل واحد بيتكلم يقولك إحنا، أنتوا مين؟ لا معلش معلش عادي. يبقى لما نتكلم نتكلم بأنا، تمام؟ مش إحنا ما عملناش، لا ما مش إحنا اللي بنعمل، هو الدكتور اللي بيعمل، صح؟ طيب نرجع تاني مرجوعنا، دي اسمها إيه؟ دي سبورت، صح؟ مين اللي بيكلمني؟ اسمك إيه؟ رانيا. رانيا؟ أوه. أهلا يا رانيا. بص يا رانيا، دي اسمها إيه سبورت دي؟ هنجل. هنجل سبورت باي ديفينيشن ليها ردين فعل، ليه؟ لأن هي ممنوعة من الحركة الأفقية وممنوعة من الحركة الرأسية، لكن ملاش رد فعل عزم، لأن شوف قلنا رأس المثلث ده بيقول لي إن مفيش اتصال عزم بين الكاميرا، دي اسمها إيه؟ دي هنج برضو؟ إيه ولا بي؟ أهو أنا حطت الكرسر على بي، شفت شايفة الكرسر؟ اللي هو الكف ده شايفاه؟ تمام. دي اسمها إيه بقى؟ برضو هنج؟ أكيد لأ. لو دي هنج تبقى دي مش هنج، دي اسمها إيه؟ فاكرة ولا فكرك؟ رولر سبورت، مش كده؟ رولر اللي هو ارتكاز منزلق. طيب مش احنا قلنا ان رولر سبورت طريقة رسمه كده لما بيبقى فيه فراغ معناها ان ملوش رد فعل في الاتجاه ده، وان رد فعل واحد عمودي على اتجاه الحركة؟ طيب تمام شكرا. تمام، هي قصة ايه؟ عشان كده قلنا المقدمة مش هتتحفظ، المقدمة مش هتتحفظ، وأنا بحل أفهم، وبالتالي وأنا بحل يا رانيا قلت إيه؟ قلت دي هنج سبورت ليها ردين فعل متعامدين، وده رولر سبورت ورد فعل واحد عمودي على اتجاه الحركة، يبقى عندي ثلاث ردود أفعال، أنا ابتديت المسألة بقول ده هنج سبورت وده رولر سبورت. يبقى نخش على المسألة الثانية يا رانيا، ده إيه يا رانيا؟ ده فيكسد سبورت. يعني ممنوع من الحركة في جميع الاتجاهات، يبقى له رد فعل إكس ورد فعل واي ورد فعل عزم، متفقين؟ تمام. تمام، فرض واحد اتنين تلاتة، يبقى هنا ما ينفعش اقول هو انت ليه خدت هنا اتنين وهنا واحد. احنا خلاص عرفنا، قلنا الرولر سبورت له رد فعل واحد، الهنج سبورت له ردين فعل متعامدين، الفيكسد سبورت له ردين فعل متعامدين زائد عزم. يبقى انا اول ما بشوف منى بقول منى اللي لابسه نظاره اللي عندها حسنه على خدها الشمال، خلاص هو ده فيكسد، خلاص ده فيكسد، يبقى له ثلاث دور الافعال. اوكي هاي هكمل. طيب وعندي كم معادلة التن؟ ثلاثة مظبوط. يبقى سيجما اكس سيجما واي سيجما مومنت. طيب اتجاه اكس فيه مجهول واحد اللي هو الاكس ايه، فقلت من سيجما الاكس بيساوي صفر، يبقى الاكس ايه ناقص ستة بتساوي صفر، يبقى الاكس ايه بتساوي ستة. طيب خلاص انا في المسألة اللي فاتت كان عندي تو وايز مجهولين، فابتديت بسيجما المومنت، انما المره دي انا عندي واي واحده بس مجهوله، الواي ايه؟ قلت طب كويس، واي ايه طالع لفوق، الحمل الموزع ده قيمته كام؟ 4 في 4. تلاحظوا ان انا حطيته هنا ايه؟ 8 شمال و8 يمين، لاحظتوا كده؟ حطيتهم متقسمين على الرسمه، 8 و8 كام؟ 16 اللي هي 4 في 4 كلها. فلما خدت سيجما واي قلت يبقى ناقص 4 في 4 اوكي، ناقص ال 4 طن الكونسنتريتد لود ده بيساوي صفر، يبقى الواي ايه بتساوي 20 طن. وبعدين خدت مومنت عند الايه، ممكن تركزوا معايا شويه، او انا باخد مومنت عند الايه. خد بالكوا دي غلطه شهيره قوي، الام ايه اهو انا خدت موجب بيلف عكس عقارب الساعه، مش مهم، المهم ان انا خدت الموجب عكس عقارب الساعه. نمرة واحد المومنت ما بتضربش في مسافة. نمرة اتنين المومنت ما بيختفيش. يعني لو أنا خدت مومنت عند الـ A، الـ MA أصلاً ما بتضربش في مسافة. هو الـ XA والـ YA ليه ما لهمش عزم لما أخد مومنت عند الـ A؟ هو العزم بيساوي إيه علمونا في المدرسة؟ هو في مسافة، اللي هي المسافة بين مين ومين؟ بين القوة ونقطة أخذ العزوم أو محور أخذ العزوم. يبقى هنا لما أنا أخد مومنت عند النقطة دي الـ 20 وعدها صفر، فلما تتضرب في صفر ملاش عزم، مفيش ارم، والسته بتقطع برضو المحور اللي باخد حواليه العزوم، يبقى صفر برضو، يبقى ملاش. انما العزم اصلا ما بيتضربش في مسافه، يبقى العزم داخل معايا لا بيتضرب في مسافه ولا بيتضرب في صفر اصلا.
يبقى اوعى لما تاخد مومنت عند فيكسد سبورت تنسى ان العزم المركز داخل معاك في المعادله، يبقى ام ايه حمل مرزع بقى بيلف عكسها، فقلت ناقص 4 في 4 في نص ال 4 اللي هو 2. كان ممكن واحد يقول ناقص 8 في 1 ناقص 8 في 3، بس انا مش حابب كده، انا حابب اخد الحمل الموزع كله على بعض، يبقى ناقص 4 في 4 في 2. طيب زائد باخد مومنت هنا، باخد مومنت هنا، ده بيلف كده تمام، الديسيوتد لود بيلف عكسه، العزم المركز ده بيلف معاه صح؟ طب العزم المركز اللي انا فرضه ام ايه بيلف عكس عقارب الساعه، وال24 متر طن ده حمل محطوط على المساله بيلف عكس عقارب الساعه، فقلت زائد 24. اوعى تتحمس بقى وتضربها في 2، عشان كده بقول لك دايما العزم المركز بيخش زي ما هو بقيمته، لا بيتضرب في صفر ولا بيتضرب في 10، يعني دايما ما دام باخد عزوم العزم المركز موجود، كل المطلوب مني اشوف اتجاهه بيلف مع الموجب ولا مع السال. كتير جدا من الشباب يتحمس ويروح ضرب ال 24 دي في 2، بوظ المساله على نفسه، خلى ال 24 دي كونسنتريتد لود مش كونسنتريتد، مساله تانية، هو بيحل مساله تانية على فكره. طيب ناقص 4 في 4، انا باخد مومنت عند الايه ام ايه ناقص الحمل الموزع 4 في 4 في 2 زائد ال 24 دي بتلف معاها ناقص ال 4 دي في 4، ناقص ال 4 في 4، الستة ملهاش عزم طبعا، والاكس ايه ملوش عزم طبعا، والواي ايه ملوش عزم، معادله بتساوي صفر، المجهول الوحيد الام ايه طلع موجب 24 متر طن، يعني مع الفرق. خد بالك ان انا بروح اكتب كل رياكشن قيمته كام على الرسمه، هنا مش كفايه، بعد ما تجيب القيمه من هنا تكتبها هنا، وانت بترسم المساله تبقى عامل حسابك انك هتكتب الارقام دي كده، مش تروح راسمها مزنوقه في الحسابات وتخش الرسمه في الحسابات، لا انت عارف ان شغلك كويس بعد كده هتعمل ايه، يبقى لازم وانت بتحل اي مساله تبقى عارف انك سايب مسافات للي انت محتاجه، مش بعد ما ترسم المساله تلاقيها دخلت جوه الحسابات، تبقى انت اللي عارف تميز الارقام اللي في الحسابات من الابعاد بتاعه المساله زي ما بيحصل مع طلبه كتير. وبعدين جيت عملت تشيك سيجما المومنت عند البي بيساوي صفر، شايفين دي اهو، انا باخد عند البي، يا دي الخيشه، هاخد عند البي بس كده، ركزوا معايا، خدت 20 في 4، يعني انا كده خدت مع عقارب الساعه موجب، مش مهم 20 دي في 4 ناقص ال 24 الاكس ملهاش عزم ناقص الحمل الموزع اللي هو 4 طن في 4 متر في 2 متر، يبقى ناقص 4 في 4 في 2، طالما بكتبها متفصصه كده يعني عايز اقول ان ده الحمل الموزع، انا بساعدك عشان تفتكر انا بهبب ايه، عندي العزم المركز ده ناقص 24، خد بالك انا كده واخد مع عقارب الساعه موجب، فال 24 دي سالب، الحمل الموزع ده بيعمل عزم سالب، وال 24 دي بتلف عكس عقارب الساعه تبقى سالب، انا باخد مومنت عند البي ال 4 طن وال 6 طن ما لهمش عزم، لازم ده يطلع زيرو اكزاكت، لان الارقام كلها عندي ارقام صحيحه، اذا ده ما طلعش زيرو اكزاكت يبقى انا بهرب. طيب عشان اختصر الوقت شويه، انا هطنش المساله دي موجوده عندكم، ان شاء الله هبعت لكم البي دي اف فايل، وهطنش المساله اللي فيها حمل مثلث، وهطنش المساله دي، وهخش على دي وهرجع للمساله الثانيه بعد شويه صغيره. ركزوا معايا عشان انا دي عايز اقولها قبل ما امشي، عشان عايز الناس تجري شويه في الشيت على قد ما تقدر. يعني عايز سكاشن الاسبوع الجاي تبقى رايح وعندك مشاكل في الحل. انا عايز يبقى عندك مشاكل لو سمحت. فالثلاث مسائل اللي فاتوا دول هسيبهم لحضرتك تقراهم وتحلهم من المحاضره، وبعدين انا هرجع لهم دلوقتي حالا. بس انا عارف ان هتكون في ناس ماتت مني. فقبل ما الناس تموت هقول الاهم بالنسبه لي. تمام؟ بص يا فندم. باشمهندس انا بس عايز اسال على حاجه، لما بنيجي نعمل اوكي لما بنيجي بنعمله اللي هي السكس مثلا اللي قدامنا السلايد دي، يعني حضرتك بتقسمه وبعدين بتيجي تعمل الدايمنشن في النص، انا مش فاهمه بس. طيب احنا قلنا ان الحمل اليونيفورم ديستريبيوتد لود ده مستطيل قيمته دبليو في ال ونقطه تاثيره منتصف الحمل، اوكي تمام؟ تمام. أنا بس كل الحكاية إن أنا لما جيت هنا قسمت الحمل لحملين، لكن وأنا بحسب خدت الحمل كله على بعضه. أنا عايزكم تتعودوا إنكم لما تحطوا الحمل الموزع تقسموه
ما بين الكونسنتريتد لوز. طالما في الحسابات مش فارقه يبقى مش فارقه. اوكي، خدت ال 4 في 4 ب 16 على طول. فانا هنا خدت 8 اللي هي 4 في 2 حطيتها في نص الاثنين، وهنا خدت 4 في 2 حطيتها في نص الاثنين. كان ممكن احسب بال 8 وال 8، لكن انا فضلت ان انا اخد ال 4 في 4 كلها وانا باخد السيجما واي، وانا باخد المومنت 4 في 4 في 2 خدت الحمل كله على بعض. الكلام ده ليه؟ للمستقبل. واحده للمستقبل القريب هقول حالا، واحده للمستقبل البعيد هتبقى المحاضره الجايه ان شاء الله. اوكي تمام. بصي على المساله دي لو سمحت يا باشمهندسه معانا، عشان انا هبتدي اعقب ليه انا كنت بقسم الحمل مسبقا. اول حاجه ده رولر سبورت، عشان الباشمهندسه اللي كانت بتسال وعايزكم تتمرنوا في البيت كده قدام المرايه تقولوا انا انا انا، مش احنا احنا، وصلنا عملنا. اتعلموا تتكلموا بصيغه المفرد. المفرد يتكلم بصيغه المفرد. الوحيد في مصر اللي بيتكلم بصيغه نحن هو وكيل النيابه للاسف. يعني وكيل النيابه لما يجي يكتب محضر يقول قررنا نحن وكيل نيابه مصر الجديده كذا 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 كذا. ده الوحيد اللي بيقولوا نحن سلك القضاء. وانا بكره ان فرد يقول على نفسه نحن. فبليز اتعلموا تتكلموا من غير ما تقولوا احنا عملنا روحنا مش قلنا. كل الكلام ده انا بكرهه عمل، لانه غلط ودى مصر في داهيه اساسا. ده رولر سبورت. شكرا. ده رولر سبورت. اوكي، يبقى له رد فعل واحد عشان الباشمهندسه اللي سالت وعشان الباشمهندسين اللي ما سالوش. باي ديفينيشن الرولر سبورت له رد فعل واحد، عمود اعتجاه الحركه، شكله بيثبت محتواه. اتصاله مع الكاميرا نقطه، يبقى ما فيش في فراغ هنا، يعني ده مسموح له بالحركه الافقيه، يبقى ما فيش رد فعل افقي. اللي فتح الميكروفون يقفله لو سمح. ده فيكسد سبورت، يبقى له ثلاث رد افعال، اثنين متعمدين وعزم. يبقى انا كده عندي كام رد فعل؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. عندي اربع ردود افعال وثلاث معادلات اتزان، يبقى انا ناقص لي معادله. احنا اتفقنا ان الكورس بتاعنا السنه دي كلها، يعني الكورس ده والكورس اللي جاي CES 111 وCES 112 دايما بتعامل مع منشآت determined. يعني ايه determined؟ يعني عدد المعادلات بساوي عدد المجاهيل. طب انا عندي ثلاث معادلات اتزان دول موجودين دايما، مين اللي بيديني معادلات زياده؟ intermediate hinge. يبقى انا على طول في المساله عيني راحت لمين؟ للسي. للسي السي intermediate hinge هي دي اللي بتديني المعادله الزياده. يعني انا مش بدور احل المساله ازاي، انا بقول فين المعادلات المتاحه عندي؟ سيجما اكس للشكل كله، سيجما واي للشكل كله، سيجما مومنت حوالين اي نقطه للشكل كله، سيجما مومنت حوالين اي فصله داخليه من ناحيه واحده بتساوي صفر. ليه؟ لانه باي ديفينيشن الانترميديت هينج اهو تاني المنظر اللي انا عملته ساعه ما اتكلمنا، هي لا تقاوم عزوم باي ديفينيشن، هو تعرفها كده. يعني لو انا فصلت عندها احط اكس وواي اقدر اخد مومنت للجزء اليمين واقدر اخد مومنت للجزء الشمال بدون مجاهيل جديده، مفيش عزمه هيظهر. اوكي، يبقى اي معادله اضافيه هتجيلي منين؟ من الانترميديت هينج. يبقى انا لما الاقي عندي اربع رياكشن وثلاث معادلات اتزان، يبقى انا عارف ان انا ادور فين الانترميديت هينج. اهي هي دي اللي هاخد عندها مومنت يمين وشمال، مفيش احتمال ثالث، هي بتفصل الكاميرا يمين وشمال. طيب في كام اكس مجهوله؟ واحده فقلت بيساوي صفر، الاكس بي بتساوي 5 طن. من سيجما اكس بيساوي صفر، الاكس بي بتساوي 5 طن. طيب هي طب تعال نشوف اتجاه الواي. سيجما الواي عندي 2 انونز. لو خدت سيجما واي دلوقتي مش هستفيد، هعمل معادله في مجهولين، اعمل ايه بالمجهولين؟ مش عارف اعمل حاجه، يبقى انسى دي. لو خدت سيجما المومنت عند الاي، وركزوا معايا لو سمحت، لو خدت سيجما المومنت عند الاي هيطلع لي معادله في الواي بي والام بي، مظبوط؟ برضو معادله في مجهولين مش عارف اتصرف. طب لو خدت مومنت عند البي، خدوا بالكم بقى من الغلطه الشهيره بقى، هيطلع لي معادله في الواي اي ومين كمان؟ الام اي. مش احنا اتفقنا من شويه ان انا لما هاخد مومنت عند الاي الام اي داخل معايا في معادله العزوم؟ لان المومنت ما بيتضربش في مسافه، هما الاكس اي والواي هما اللي مش هيخشوا،
لكن الام ايه داخل. ما تنساش لو سمحت الكلام ده، لان ده كلام مهم جدا، بيعمل اخطاء فادحه. تلاقي الطالب خد مومنت هنا وراح مطلع الواي ايه. لا يا فندم، الام بي داخل معاك في معادله الاتزان، اذا حضرتك ما دخلتوش يبقى دي معادله خطا. طيب يبقى فاضل لي ايه؟ مومنت عند سي يا اما للليفت بارت يا اما للرايت بارت. لو انا خدت مومنت عند سي للرايت بارت هلاقي في مجهولين، الواي بي والام بي. طب لو انا خدت مومنت عند سي من الليفت بارت هلاقي مجهول واحد في المعادله اللي هو مين؟ الواي اي. يبقى اول خطوه دلوقتي هو سيجما المومنت سي ليفت. اي معادله اخرى صح بس مش هتفيدك. هقول تاني يا جماعه، المساله ليها حل واحد وترتيب واحد، كلنا هنحل بنفس الطريقه. اللي مش هيحل زينا، وعلى فكره انا من حق اتكلم بصيغه الجمع لان انا بمثل الطلبه وبمثل الدكاتره وبمثل مهندسين مدني، فانا بتكلم باسم كل الناس، لكن انت طالب تتكلم باسمك فقط. كلنا اذا ما مشيناش نفس الترتيب اللي هيشز عن هذا يا هيخسر وقت يا هيخسر حل غلط. time is money، يعني losing time is losing something very important. وهتفتكر ان التايم ده هزار، لا، لان انا مقدر للمسألة دي نص ساعة حل. حضرتك لو ما مشيتش بالحل الصح هتحلها في ساعة الا ربع. الربع ساعة دي على حساب مين؟ على حساب حضرتك، مش على حسابي انا. اي حد هيمشي بالحل الصح منطقي بالترتيب المظبوط هيوصل للنتيجة الصح اسرع، هيخلص المسألة في النص ساعة اللي انا مقدرها لها. حضرتك مشيك في ستة غلط، في سكة غلط، وصلت لنفس المكان هديلك الاجر بتاعك كامل. انما انت اتأخرت ربع ساعة في السكة، انت اللي هتتحملها، دي هتبقى على حساب المسألة اللي بعدها. تجيش تقولي بقى الامتحان طويل، لا، في غيرك خد السكة، انت خدت السكة الغلط يا باشمهندس. تمام، يعني كل الطرق تؤدي الى حل واحد على فكرة، سيجما المومنت سي من ناحية الشمال. لو 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 انت قدامك الشاشة حط لي ايدك على الناحية دي، انا عايز اشوف الشمال بس. انا باخد مومنت عن سي من ناحية الشمال، بص كده اهو، عندي 6 في 6 ناقص الواي اي في 4. انا كده واخد عكس عقارب الساعة موجب، دي بتلف مع، يبقى ناقص 12. هنا بقى الباشمهندسة اللي كانت بتسألني من شوية بتقولي انت بتقسم الحمل ولا بتاخده كله على بعضه ولا، انا مش فاهمة. بصي هنا بقى يا باشمهندسة وكلكم طبعا، لما ناخد مومنت عند سي من ناحية الشمال دخل معايا الحمل كله ولا دخل معايا جزء فقط من الحمل؟ عشان كده بقولك حط ايدك من سي لبي، حط ايدك على الشاشة من سي لبي لو سمحت، حط ايدك على الشاشة سواء تليفون او كمبيوتر. انا باخد مومنت عند سي من ناحية الشمال، الحتة اللي دخلت من الحمل الموزع طولها كام؟ 2 متر، يبقى قيمتها كام؟ 6 طن بر متر. في 2 متر يبقى 12 طن. يبقى هنا انا قسمت الحمل وقسمت الحمل، وهنا is a must. لو حضرتك خدت 6 في 4 وحطيت لي ال 24 في النص رحت في ده يا فندم، لانك وانت بتاخد مومنت عند سي من الشمال ما دخلش معاك حته الحمل الموزع دي. وعشان كده قلنا لو سمحت حط الحمل الموزع دايما بخط منقط، هتلاقيني استحاله بحطه لك بخط سليم، عشان دايما ابقى فاكر ان ده مش مكان، ده الريزلتنت بتاع الحمل. مره تانية، لو انا باخد مومنت عند سي حط ايدك ناحيه اليمين لو سمحت من ناحيه الشمال، دخل معايا حته من الحمل الموزع طولها 2 متر، يبقى قيمتها كام؟ 12 طن. يبقى زائد 6 في 2 في 1. 6 في 2 دي ال 12. بس الباشمهندسة اللي سألت أتمنى أن يكون الأمور وضحت شوية، وبقية الشباب أتمنى أن يكون مركز معايا. طلع الواي إيه ب 9 طن. طب معلش يا دكتور. قول. هو إحنا ليه بنكتبها 6 في 2 مش 12 على طول؟ شفت إحنا؟ شفت كل واحد بيبتدي سؤاله بكلمة إحنا وبعدها مش على طول. يعني المش ده المش جبنة جميلة، بس مش ما ينفعش تبقى كل أسئلتنا إحنا مش
اتفضل. ليه بتتكتب 6 طب ما هي 6 في 2 يبقى انا اسالك ليه ما تتكتبش 6 في 2 يعني مش هي 12 ولا 6 في 2 دي حاجه ثانيه هي 6 في 2 مش ب 12 ب 12 اه طيب خلاص يبقى السؤال برضو غريب شويه يعني مش حاجتين في بعض ليه انا بكتبها 6 في 2 انا قلت عشان دايما تبقى فاكر في المعادله وانت بتراجع على المعادله تبقى عارف ان السته ده الحمل الموزع والاثنين انا خدت حته طولها 2 من الحمل اه ماشي يبقى دايما وانا باصص للمعادله انا عارف ان ده كونسنتريتد لود في 6 وعارف ان ده كونسنتريتد لود في 4 ده مش مضروب في مسافه يبقى ده عزم مركز على طول انا وانا باصص للمعادله 6 في 2 يعني ده حمل موزع في مسافه و6 في 2 يبقى ده يونيفورم لود لانه لو كان حمل مثلث كنت كتبت نص في 6 في 2 انا بحب اكتب كل حاجه متفسره ومتفصصه عشان انا نفسي وانا براجع على شغلي ابقى عارف الترم ده بتاع ايه والترم ده بتاع ايه والترم ده بتاع ايه يوم ما انساش ترم انا مش عايز اقول لك ان وانا بحل مساله ليومنا هذا بص بخش اقول ايه ادي ترم 2 3 4 2 3 4 يعني بطمن ان انا ما نسيتش قوه وانا ماشي بقول لك حتى يومنا هذا يعني وانا بعمل موديل انسر ما انا بحل المساله دي عشان اطلع رياكشنز فانا بعمل موديل انسر برضو مش عايز اغلط ما انا مش عايز اغلط اديك موديل انسر غلط طيب اكمل المساله كله فاهم الحمد لله بس مهندس بس يعني 12 ك 12 دي كده احنا مش هنستخدمها على بعضها صح كده؟ لا مش صح مش احنا كده بنستخدم احنا عندنا قد ايه من المتر؟ احنا كده مش تاني لا. يبقى هنقف قدام المرايه هنقف اسمك ايه؟ خلود خلود صديقتي اللي هي كانت بتسال من شويه بصي يا خلود بصي يا خلود بصي يا خلود تقف قدام المرايه تقولي احنا مش احنا مش احنا مش هنقول يعني... مش احنا مش هنقول مش احنا مش هنقول مش حاضر اوكي 10 مرات قبل الاكل و10 مرات بعد الاكل ان شاء الله هتتحسن باذن الله دي مش مشكلتك يا خلود دي مشكله جيل مشكله جيل على فكره ده في العربي اسمه قال المنفي ده في العربي اسمه كده والسؤال المنفي ده خدناه في ابتدائي مش متذكر والسؤال المنفي الرد عليه لو عايزه تقولي نعم يبقى انت ردتي غلط لازم تقولي بلا الغريب ان احنا المصريين بنقول السؤال المنفي ونرد عليه ايوه لا هو لا او بلا اوكي احنا لما بنكلم خواجات بنخليهم يتكلموا اللي بيتكلم يقفل الميكروفون احنا المصريين لما بنكلم خواجات بيتجننوا لان بنسال سؤال منفي ونرد عليه بايوه واحنا عايزين نقول لا يعني بيجي واحد يقول لك ايه هو فلان ما جاش تقول له ايوه لا هي لا ما جاش مش كده هو لا احنا بنقول ايه لو واحد سالك قال لك محمد جه محمد ما جاش هتقولي له اه ما جاش اه ما جاش لا هي لا ما جاش ده عربي والله ده عربي والله لما بنعمل كده مع الخواجات يا عيني يحصل لهم تبول لا إرادة معلش هتلاقوني برضو أنا مقتنع جدا إن من أحد أهم أدواري إن أنا أضبط حاجات في التفكير وأضبط حاجات في اللغة وأضبط حاجات في المفاهيم بس للأسف الأونلاين مش مديني البريفليج ده بس أنا ما بهمتش يعني أنا شغال مع نفسي أنا بقول اللي عايز أقوله في وقت ما أنا عايز أقول بعمل اللي أنا عايز أعمله طالما إن أنا ما بخالفش القواعد والأعراف أوكي؟ وحتى لو خالفت تفرقش معي أوكي؟ طالما أن أنا في حدود الأدب خلينا نقولها بطريقة أخرى يعني حتى حدود الأدب واسعة قوي ما بين ناس وناس إنما خلينا نقول في الحدود العريضة للحاجات هتستحملوني لأن أنا ما بتكلمش ستراكشر بس أنا عايزكوا تنطقوا صح عايزكوا تتكلموا صح عايزكوا تعبروا عن نفسكوا صح عايزكوا تفكروا صح كمان وعشان نفكر صح لازم نبقى مثقفين عشان الدماغ دي تشتغل صح لازم احط لها معلومات كتير قوي صح يقوم تتضرب في الخلاط اللي ربنا خلقه لنا ده ومن الخلاط ده في صوت عربيه اتمنى ان يكونش حد راكب تاكسي الخلاط ده يطلع في الاخر
الخلطه بقى بتاع دماغك انت اللي بتفكر وتاخد قرارات. مفيش دماغ فاضيه هتاخد رايت ديسيجنز، مش هيحصل. في دماغ اللي هو المتبع ده اللي هو اللي بيتقلوا بيعيدوا زي البغبغان، الدماغه دي ما بتوصلش لحته. الدماغه دي هتخليك موظف حكومه ياخد 1000 جنيه في الشهر. الدماغ المبدعه اللي بتفكر وتظبط وتختلف عن غيرها هي دي الدماغ اللي بتتقدم في الدنيا وتاخد مناصب وتبقى غنيه. الدماغ التقليديه اللي هي اللي بيتقال لي بعيده زي البغبغان من غير ما اشغل فيه دماغي، هي دي اللي احنا مش عايزينها. عايزين ناس بتفكر، وعشان نفكر لازم نبقى مثقفين، سواء في الهندسه ثقافتي ان انا اذاكر كتير واحل كتير، اوكي، في الحياه لازم اكون مثقف عشان اقدر اعبر عن نفسي افضل، عشان اقدر اتقدم في الحياه، عشان يبقى ليا حتى كيان لما اقعد في اي قعده وسط ناس ما يعرفونيش يلاقوا له كده سلام الراجل ده دماغه توزن بلد. مش احنا بنقول كده في العاميه، يقول لك ده دماغه توزن بلد، دي حاجه الناس بتقيمها لك. فانت لما تبقى دماغك توزن بلد، مش معقوله دماغ فاضيه هتوزن، لازم تكون الدماغ مليانه عشان توزن بلد. توزن بلد يعني دماغك مليانه قوي، هو المثل بيقول كده وانا اللي مؤلفه. المثل بيقولوا دماغه توزن بلد، يعني دماغ مليانه. مليانه ايه الدماغ؟ مليانه معلومات، مليانه ثقافه، مليانه اكسبيرينسز، مليانه خبرات، مليانه علم. الدماغ بتتملي بكده. والدماغ بقى ربنا خالقها تشيل من الحبايب قلب، حط فيها اللي انت عايز تحطه هتاخده. هو المخ الصغير ده في شويه خلايا كده صغيره جدا، ها، ملايين المعلومات، واحنا بنستخدمها فقط عشان نتخانق ده بنالتي ولا مش بنالتي مثلا. يعني احنا ربنا مدينا عربيه فراري، واحنا بنستخدمها عشان افكر هاكل ايه النهارده وهنام ازاي، ومنى اتخانقت مع اسمت ومحمد بيحب لولي، اللي هو يعني مقضينا في الهيافه كلها، صح؟ مش معترض، بس لا، لازم نستفيد من نعمه ربنا اكتر منه. طيب هرجع تاني خد بالك، يعني بغض النظر انا حاطط القوه على المساله ازاي، هتلاقيني دايما دايما بكتبها لك متفصصه. على فكره انا كنت بكتبها لنفسي كده برضو، يعني والله العظيم وانا دكتور لما بكتب معادله لنفسي بكتبها كده، عشان انا لما اجي اراجع المعادله دي بعد شهر ابقى عارف ان ده الحمل الموزع 6 في 2 في 1. طيب نكمل المساله. دلوقتي اصبح في اتجاه الواي، انا جبت الواي ايه، يبقى مين المجهول الوحيد دلوقتي في اتجاه الواي؟ الواي بي. رحت واخد سيجما اي للشكل كله، قلت 6 ناقص 9. نيجي لخلود بقى. خلود قالت لي ايه؟ خلود وكانت اللي قالت، مش كده؟ قالت يعني احنا هنا قسمنا الحمل، يعني ما ينفعش اخده كله على بعض، صح؟ تمام. بص يا خلود، انا دلوقتي باخد سيجما اي للشكل كله، داخل معايا جزء من الحمل ولا داخل معايا الحمل كله؟ انا باخد سيجما اي للشكل كله، يبقى داخل معايا الحمل كله. فرحت قايل 6 في 4 خلاص. انا ايه لازمتها اقول زائد 12 زائد 12؟ ما انا لو حطيت هنا زائد 12 وزائد 12 او زائد 6 في 2 زائد 6 في 2 يبقى انا عملت ايه؟ هي ولا مش هي؟ يبقى انا هنا لما خدت الجزء الشمال خدت 6 في 2 في 1، لما خدت الشكل كله خدت 6 في 4 كلها. هي لو خدت 12 و12، لكن مش هي لو حطيت ال 24 في النص. يعني ان انا احط 12 و12 احصلهم وانا بحسب للشكل كله ويل اند جود، مش هي لو حطيته في النص، لاني وانا باخد مومنت شمال هلاقي الحمل ده ملوش عزم، يبقى ده كلام فارغ، كلام غلط. يبقى وانا باخد سيجما للشكل كله خدت ال 6 في 4 على بعضها اللي هي ب 24 اللي هي 12 زائد 12، بدل ما اخد 12 خدت ال 6 في 4 زائد ال 4 كونسنتريتد لود دي، شايفينها؟ ناقص الواي بي، انا واخد كده الاسفل موجب بيساوي صفر، طلعت الواي بي ب 25. طيب قلت طب هاخد بقى مومنت عند سي من ناحيه اليمين، مومنت عند سي ناحيه اليمين. نرجع تاني نركز مع بعض. حط ايدك لو سمحت على الكاميرا ناحيه الشمال، شايف الكف بتاعي ده؟ انا هحط الكف ناحيه الشمال، انا هاخد مومنت عند سي من ناحيه اليمين، دخل معايا الحمل الموزع كله ولا دخل الحته دي بس اللي طولها 2 متر؟
داخل الحته دي بس لطولها 2 متر. يا اما هقول 6 في 2 12 في 1 او انا كتبتها متفصصه هنا 6 في 2 في 1 6 تام بير متر في ال 2 متر في 1 متر ناقص ال 25 متر دي في ال 25 طن في 2 اللي هو الرياكشن. انا واخد كده مع عقارب الساعه موجه فقلت زائد الام بي بيساوي 0 طلع الام بي بيساوي 38 متر. كتبت على الرسمه ام بي. طب عايز اعمل تشيك رحت واخد سيجما مومنت للشكل كله. احنا قلنا ايه؟ انا من حق اخد مومنت للشكل كله بصفر. الانترميديت هنج بتديني ميزه اضافيه ان انا ممكن اخد مومنت شمالها بصفر ويمينها بصفر. تعرفها كده، هي ما بتقاومش عزوم، يعني المومنت عندها دايما بصفر، بس هي بتفصل الكاميرا الجزئين عند السي. يا اما اخد للليفت بارت مومنت يا اما اخد للرايت بارت. انا عملت كده، مره خدت للليفت بارت ومره خدت للرايت بارت. طب عايز اعمل تشيك، خدت سيجما مومنت للشكل كله، خدت مومنت عند بي للشكل كله. راجعوا انتوا المعادله دي براحتكم. ليه؟ لان انا قربت اختم، وقبل ما اختم هسيبكم نص ساعه تريحوا، انتوا قلتوا لي الساعه 2 ونص عندكم حاجه. اوكي، عايز اديكم بقى الفيرجن الثانيه من الحل. قبل ما اسيب الفيرجن دي، في اي حد عنده مشكله دكتور؟ معلش بس عندي سؤال. قول من غير معلش دكتور، عندي سؤال. انا بقول في حد عنده سؤال تروح داخل سأل السؤال. حاضر دكتور، معلش عندي سؤال. مش هقول لك استهلكنا وقت ولا ما استهلكناش؟ ده يعني استاذن اتفضل. لا، ما انا قلت اللي عنده سؤال يتفضل. ما انا اديت الاسم خلاص. خش يا معلم من غير احنا ومن غير مش حاول. حاول ارتب الكلام اهو عشان ما اغلطش. تمام. القوه ال 12 دي يس ويتش وان؟ انا عندي فيه 12 المنقطه. المنقطه المنقطه يبقى اسمه الحمل الموزع مش المنقطه، لان في الموزه بنقطه وفي الموز المغربي. احنا مش بنتكلم على الموز دلوقتي مش كده؟ تمام. اسمها القوه المنقطه، اسمه الحمل الموزع ده بالعربي، الديستريبيوتد لود ده بالانجليزي. طب انا عندي حته شمال وحته يمين، عايز انهي حته؟ الحمل الموزع. ما انا سؤالي اصلا دي اصلا حمل موزع ولا لا؟ عشان طبعاً. يعني مش مكتوب طبعا. ازاي اهو 6 طن بير متر، ازاي مش مكتوب؟ هو مش المستطيل ده معناه حمل موزع؟ ايوه تمام يا معلم. هو 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 ازاي مش مكتوب؟ مكتوب. الكونسنتريتد لود بيتحط حمل مركز خط سليم اهو. الحمل الموزع بيتحط لك مستطيل لو كان يونيفور، مثلث او ترابيزويدال لو كان نون يونيفور. ازاي مش مكتوب؟ ازاي ده بيقول لك الدبليو 6 طن بير متر ران؟ ازاي مش مكتوب؟ انا مش قصدي على 6، انا قصدي انا قصدي على 12 عشان مش مكتوب بير متر. قلنا لا، ما خلاص بير متر ازاي؟ 6 طن بير متر اتضربت في 2 متر، المتر راح مع المتر، يبقى دي 12 وحدتها ايه؟ طن بس. يخرب عقلك، ده انا عايز احولها لطن اصلا. تمام تمام فهمت. ما هي لو طن بير متر، طب ازاي انا يا جماعه طن بير متر على طن؟ هي كانت طن بير متر. انا ضربتها لطن. شكرا، وصلنا مع بعض؟ على فكره اسالوا براحتكم. اسالوا براحتكم، لانه دي اسئله هايفه جدا. بس انت بالنسبه لك صعبه. فما تتكسفش انك تسال. اي سؤال حضرتك هتساله هيبقى سؤال اهبل. اكيد. تمام كده؟ بس لازم تساله. ليه؟ انت لسه بتقول شهاد. ما تتكسفش. بص بيقول لي هسال سؤال غبي. يا اخي اساله، ما يمكن يطلع ذكي. ولو غبي انا هقول لك ده سؤال غبي. مستعجل ليه؟ اصبر، انا هقول لك السؤال ده غبي. طبعا مش هقول. خد بالك. مش مهم يا دكتور براحتك. طبعا اكيد براحتي، انت هتخوفني. احد اهم مشاكل تدريس ستراكشر اناليسيز واحد او ستراكشر ميكانكس واحد ان الطالب بيسال اسئله هايفه جدا. ويعني الطالب مش فاهم. لو اللي بيدرس له مش مراعي النقطه دي اللي هيحصل ايه؟ ان الطالب هيخاف يسال. خلاص يبقى مش هيتعلم. لا، تاكد حضرتك ان اي سؤال انت هتساله هيبقى سؤال هايف، بس لازم تساله. ما تخافش. حتى لو انا غلست عليك شويه، انا بغلس عشان اصحصحك. بغلس عشان الناس تبقى مصحصحه معايا. مش قصدي الناس تضحك عليك، الحمد لله ما حدش شايف حد. يعني انت ما حدش شايفك اساسا ولا عارف اسمك كمان، لان انا قافل البارتيسيبنتس دلوقتي يعني. اوكي؟ فبليز لا اساله حتى لو السؤال هايف. اساله
حتى لو سؤال مكرر. ليه؟ علشان مش عايزك تنام وانت في حاجة مضايقاك. هكمل؟ تمام يا دكتور. ثانية بس يا دكتور، هو احنا ليه اول 12 يعني 12 اللي على اليمين من فوق واللي يعني السهمين مش زي بعض؟ احنا مش يا دكتور. حبة طيب. طب ما انا حبة اهو، وانا شايفاني يعني سقتك رميتك في البلكونة مثلا. ما انا حبة اهو. قولي لي ثاني سؤال عشان ما فهمتوش. انا بس السهم ال 12 ده فوق والتاني تحت، يعني ده دي حاجة تفرق ايه مع حضرتك؟ تفرق ايه معاكي؟ انا عملته ليه؟ هقول لك تفرق ايه كقوه. ان القوه تبقى الاثنين لاسفل، مش كده؟ يعني مجموعهم 24 صح؟ تمام. تفرق ايه ان انا رسمت دي فوق شويه ودي تحت شويه؟ تفرق ايه بالنسبه لك؟ لا انا عشان حضرتك لا انا بسالك الاول، تفرق من ناحيه الميكانيكا؟ تفرق حاجه؟ لا ما تفرقش. انا بتكلم في سيستماتيك يعني في الرسمه. سيستماتيك اللي انا عامله ده معترف بيه اكيد، والا ما كنتش عملته. طب ليه انا حطيت ال 12 ناحيه اليمين تحت مش فوق؟ لو انا حطيتها فوق هخبط في الستة طن بير متر. انت كست مبتدئه مش شايفه الستة. انا عايز اخليك الستة واضحه. هتقولي الله هي فين الحمل الموزع اصلا؟ انما لو الدنيا واسعه معايا كنت حطيتها فوق هي كمان، لكن كان ممكن احط دي تحت شويه، مش مشكله. قولي لي ايوه، يعني كشكلا مش مشكله، كموضوعا مش مشكله. انا حطيتها ليه كده؟ عشان ما اخبطهاش في الستة طن بير متر. ممكن؟ ممكن. طب مش اي مشكلة. شكرا. عاكي انا للصوت. هكمل؟ تمام. احنا قلنا ايه من شوية لو تفتكروا في المحاضرة اللي فاتت؟ قلنا ان انا ممكن افصل عند المفصلة سي، احط اكس وواي يمين واكس وواي شمال. طب ما تيجوا نفصل. بصوا بقى انا عملت ايه دلوقتي؟ انا فصلت عند السي، اصبح عندي الليفت بارت صريح والرايت بارت صريح. يعني انا المره اللي فاتت قلت ليفت بارت وقلت رايت بارت، بس انا ما كنتش قاسمها. لا انا قسمتها. ده انا قلت عليه ايه؟ انذر واي تو سولف. الجمله دي كل الدكاتره يكتبوا انذر سوليوشن. انا طول عمري وانا معيد مش عاجبني انذر سوليوشن، مش عاجباني. هو مش another solution، هو same solution. يبقى بليز افهموا ان انا فصلت الكاميرا او ما فصلتهاش، انا فصلها. مرة اللي فاتت فصلتها في تخيلي، قلت لك لو انا فصلت عند السي وخدت مومنت عند السي من ناحية الشمال اجيب الواي ايه. انا هنا فصلت بس على الورقة. طب ايه الفرق؟ طالما فصلت عند السي هيبان لي الاكس سي والواي سي، ولازم ده يبقى قده وعكسه. اصبح فيه ليفت بارت صريح واصبح فيه رايت بارت صريح. طيب الجزء الشمال انا حطيت اكس سي واي سي وفي الواي اي، في كم مجهول؟ 3. كم معادله اتزان؟ 3. الجزء اليمين في كم مجهول؟ اكس سي واي سي وثلاث ردود افعال عند الفيكسد 5. وفي كم معادله اتزان؟ 3. يعني انا جزء فيه ثلاث معادلات وثلاث مجاهيل، وجزء فيه ثلاث معادلات وخمس مجاهيل. غصب عن عين اهلي ابتدي بانهي جزء اللي فيه ثلاث معادلات وثلاث مجاهيل؟ يبقى انت غصب عن عينك هتبتدي سي شمال. هو نفس الكلام اللي انا قلته هنا من شويه، قلت لك سي مين مش هتنفع، غصب عنك لازم تبتدي سي شمال. وقعدت اقول لك ان انت لو ما عملتش كده يبقى انت مشيت. يبقى انا ما فصلتش خدت سي شمال، ولما فصلت خدت سي ناحيه الشمال. ابتديت بسي ناحيه الشمال، ابتديت بسيجما اكس. بص يا فندم، سيجما اكس واللي بعدها على طول مين؟ سيجما المومنت عند السي. هنا انا قلت سي ليفت صح؟ هنا ما قلت سي ليفت. ليه ما قلت سي ليفت؟ لان انا اوريدي اوريدي شغال على الجزء الشمال. انا بقول بارت اي سي. بارت اي سي ده انه بارت الليفت بارت. يبقى لو انا خدت مومنت عند سي البارت اي سي، يبقى انا باخد مومنت ناحيه ايه؟ ناحيه شمال. يبقى الفرق الوحيد ان وانا بحل هنا انا تخيلت اني فصلت عند السي وخدت مومنت ناحيه الشمال، هنا انا فصلت عند السي وخدت مومنت ناحيه الشمال. بص المعادله دي، انا باخد مومنت شمال اهو، 6 في 6 ناقص 9 في 4 زائد ال 12
ناقص 2 في 6 في 1 اهي معادله. بص هنا 6 في 6 ناقص الواي اف 4 ناقص ال 12 زائد 6 في 2. هي مش سي ليفت هنا هتبقى سي ليفت هنا غير هنا، لا الاثنين نفس المعادله، هو نفس المعادله بنفس الترتيب وهطلع نفس الحل اللي هو واي اف 9. عشان كده كلمه انذر واي تو سولف دي مني مجهود كبير قوي لغايه ما الحمد لله استقريت على كلمه انذر واي تو سولف. انا عايز اؤكد للطالب اتس نوت ان انذر سوليوشن، ده مش حل اخر، ده اسلوب اخر لنفس الحل. مره بفصل المساله في تخيلي ومره بفصل المساله على الورق. لما بفصل المساله في تخيلي محتاج يكون تخيلي كويس، المساله بتخلص اسرع. لكن عايز اكون انا متخيل لما افصل ايه اللي هيحصل. لما بفصل المساله على الورق المساله بتاخد وقت اكتر شويه، لكن نسبه الخطا بتبقى اقل لاني شايف قدام عيني. يعني هنا صريح الحته ال 12 طن ده راح ناحيه الشمال، السته في الاثنين دول والسته في الاثنين دول راحوا ناحيه اليمين. هنا كان لازم اكون متخيل ان انا لما افصل عند السي هيروح ناحيه الشمال السته في 2 12 طن، وهيروح ناحيه اليمين 6 في 2 ب 12 طن. هنا غصب عنك 6 في 2 ب 12 ناحيه الشمال و6 في 2 ب 12 ناحيه اليمين، اتقسم الحمل غصب عنك. هقول تاني، هنا انا قسمت الحمل عشان انا عارف لما افصل الجزء الشمال الحمل الموزع هيروح منه حته طولها 2 متر. هنا الحمل الموزع اتقسم خلاص، ما بقاش بمزاجي ال 24 طن ما اقدرش احطها في النص، ما بقاش في نص اصلا. غصب عني 6 في 2 ب 12 راح ناحيه الشمال، وغصب عني 6 في 2 ب 12 راح ناحيه اليمين. فهمتوا؟ تمام، ادي اول حاجه. بس ليه الحل طول شويه؟ المره اللي فاتت انا ما كنتش مضطر اجيب الاكس سي والواي سي. انا لما ما فصلتش عند السي الاكس سي والواي سي قوه داخليه مش شايفها. انما لما انا فصلت الاكس سي والواي سي بقت قوه خارجيه لازم احطها على المساله. ولازم تبقى الاكس دي قد الاكس دي، ولازم تبقى الواي دي قد الواي دي. انا عملت ايه بقى؟ انا خدت مومنت عند السي جبت الايه؟ الواي ايه. رحت واخد سيجما واي جبت الواي سي، وخدت سيجما اكس من الاول جبت الاكس سي، عكست الاكس سي هنا 5 طن، واي سي الاعلى 13 عكستها هنا واي سي الاسفل 13. خش بقى على الرايت بارت سي بي بارت، انا كاتبه اي سي هنا هو سي بي. سي بي اصبح عندي ثلاث مجاهيل بس، قلت سيجما اكس بيساوي صفر طلعت الاكس بي ب 5 طن عريس وحي، المره اللي فاتت طلعت ب 15 5 طن اهي. قلت سيجما اي بيساوي صفر، بص انت عندك 12 اللي هو الحمل الموزع و13 الواي سي يبقى الواي بي ب 25 واي بي ب 25. وقلت عزمه عند السي 6 في 2 في 1 6 في 2 في 1 ناقص الواي بي 25 في 2 زائد الام بي، الكلام ده بيساوي صفر هتطلع الام بي ب 38. والله نفس المعادله 6 في 2 في 1 ناقص 5. انتوا براحتكم بقى بقارنوا الحلين ببعض. طيب بص الحل ده سطر 2 3 4 والخامس اللي تشيك. بص الحل ده 1 2 3 4 تسطر، 1 2 3 4 تسطر 8 تسطر. يعني ده 1 2 3 4 5 تسطر وده 8 تسطر. هنا جبت اكس سي واي سي زياده. اه بالحل اطول شويه، بس تلاحظوا حاجه بقى. بص بص كده لما جيت خدت سيجما هنا انا حتى ما بصيتش، قلت لك ايه 12 و13 يبقى ده ب 25. انما لما جيت اخد سيجما هنا خدت سيجما للشكل كله كله على بعض. يبقى هنا حل معادلات اطول لكن المساله عدد الاسطر هيحلها اقصر، وهنا العكس معادلات اكتر لكن كلها معادلات صغيره والنواتج بجيبها بسرعه. بحل بارت اي سي واشيك عليه واحل بارت سي بي واشيك عليه. هتقولي طب انا احل بالحل الاول ولا الثاني؟ اب تو يو يا فندم، بس لازم الاول تجرب الاثنين. انت راجل ما عندكش مشكله انك تحل مساله كلها على بعضها وتخيلك كويس لما قسمت المساله في تخيلك فاهم ايه اللي راح يمين وايه اللي راح شمال، يبقى هتحل الحل الاول بالتاكيد. انت راجل
تخيلك مش حلو قوي ومش متخيل كويس او تركيزك مش حلو وممكن تغلط، يبقى تقسم المسألة احسن لمسألتين وتحل كل مسألة لوحدها. في الاخر الحل النهائي هو هو، ترتيب المعادلات هو هو، نفس المعادلة سيجما سي ليفت هي نفس المعادلة سيجما سي لبارت اي سي، نفس المعادلة سيجما سي رايت هي نفس المعادلة سيجما المومنت عند سي من ناحية اليمين، نفس المعادلات هي هي، بس هنا زاد شوية معادلات عشان اجيب الاكس سي والواي سي. ادي الفرق الوحيد، هنا في اكس سي واي سي، هنا في معادلة تشيك زيادة. ادي الثلاثة المعادلات الزيادة، اقولهم تاني، احنا المرة فاتت كانوا خمس معادلات ودي ثمان معادلات، الفرق ده جه منين؟ انا جبت الاكس سي والواي سي، ادي معادلتين زياده، وعملت تشيك على بارت اي سي، ادي المعادله الثالثه. هنا انا خدت سيجما مومنت عند بي في التشيك، وهنا انا خدت سيجما مومنت عند بي في التشيك، بس هنا خدتها للشكل كله وهنا خدتها لبارت اي سي او بارت بي سي. ادي الثلاث معادلات الزياده، سيجما مومنت تشيك هنا زياده، سيجما اكس وسيجما واي عشان اجيب الواي سي والاكس سي، لكن معادلات صغيره وسريعه. طيب نصيحتي الخالصه، لو المساله ماشيه معادله واحده في مجهول واحد، لو المساله ماشيه معادله واحده في مجهول واحد خليك في ده، لو المساله ماشيه معادلتين في مجهولين خليك في ده. طب معادلتين في مجهولين امتى؟ المره الجايه هشرح. طب تقول لي المره الجايه تشرح ايه؟ المره الجايه هبتدي من هنا، هبتدي من هنا المره الجايه، هاخد دي وهاخد دي وهاخد دي، بس قبل ما امشي هاخد دي. يعني المره الجايه هاخد لك من مساله 3 وانزل تاني لتحت نفس المساله. ليه؟ عشان انا عارف ان الجزء الاخير من المحاضره انتوا تعبتوا. طب ليه انا قارس عليكم شويه؟ عشان عايزكم تبتدوا تحلوا في الشيت لو سمحتوا، لو سمحتم ابتدوا حلوا في الشيت عشان السكاشن هيشغلوكوا في ايجاد الرياكشن الجاي. فابتدي بتحل مسائل المحاضره هتلاقي الدنيا سهله. طب ليه انا عايز اقول دي اموتكوا في اخر 9 دقائق بالظبط قبل ما امشي؟ انا قلت هخلص الساعه 2، اسيب لكم نص ساعه راح تاكلوا بقى. بص يا فن، ده هينج سبورت لو ردين فعل حطيت اكس و، ده رولر سبورت، بس رولر سبورت مايل. طب باي ديفينيشن انا بحط دايما رد فعل عمودي على اتجاه الحر، فانا حطيت رد فعل عمودي على المايل. بتوع الاستاتكس طول عمرهم علمونا من واحنا اطفال يا جماعه لما يقابلك قوه مايله حللها الاكس و، اسهل لك مليون مره. رحت محللها الاكس و، اصبح عندي اكس اي واي اي، اصبح عندي اكس بي واي بي، وشطبت على الار. ليه؟ عشان عيني ما تروح لهاش تاني، عشان ابقى انا فاكر كل ما اشوف الار بقول لا انا حللتها خلاص لواي اي. واي اي واكس اي دول مجهول واحد مش مجهولين يا جماعه، دول مركبات لنفس القوه، ار كوساين ثيتا بيساوي اكس، ار ساين ثيتا بيساوي واي، ده استاتكس مش استراكشر. هما مجهول واحد، تان ثيتا بيساوي الواي على الاكس. طيب لو انا خدت مومنت عند البي، مين المجهول الوحيد في المعادله دي؟ الواي اي، الاكس اي رايح والاكس بي رايحه والواي بي رايح. طب الحمل ده عباره عن ايه؟ مثلث ناحيه الشمال ومثلث ناحيه اليمين. فانا خدت المثلث الشمال نص في 6 في 9، نص في 6 في 3 في 9 في 27، ده قاسم الكاميرا تلتين وتلت. وخدت المثلث ده نص في 2 في 9 في 9 طن، بتقسم الكاميرا لتلتين لتلت وتلتين، يعني تلت الاثنين اثنين على ثلاثة، تلتين الاثنين أربعة على ثلاثة. أنا باخد مومنت هنا، قلت واي ايه في ستة ناقص، بصوا بقى أنا جوه المسألة عملت ايه؟ قلت نص في ستة في تسعة، وقلت لك إن أنا دايما لما بحط حمل موزع في المعادلة بحطه متفصص نص القاعدة في الارتفاع. طب لو كتبت 27 ماشي يا باشمهندس، اكتب 27 وانا بقول لك لا، انا بقول لك لا، بقول لك اكتب ايوه، بس انا بكتبها كده متفصصه ليك وليا، ليا عشان لما انا اشرح وراجع ابقى انا واخد بالي ان ده الحمل المثلث الاولاني نص في 6 قاعده في 9 ارتفاع. طب ده يبعد كام عن هنا؟ تلت ال 6، فضربت في 6 على 3
ده بيلف 8 الواي اي انا اسف في 6 ناقص الحمل المثلث في تلت الست زائد الحمل ده اللي هي 9 بس انا كتبتها نص في 2 في 9 يعني 9 في كام يا فندم؟ في تلت الاثنين اللي هي 2 على 3 بيساوي 0 طلع الواي اي ب 8 طن. طب احنا اتفقنا ان الواي اي والاكس اي مركبات لنفس القوه، مركبات لنفس القوه، يبقى تان سيتا مع الافقي بتساوي المركبه واي مركبه اكس، واكدت عليك ان السيتا بتساوي 90 ناقص 30 يعني بتساوي 60 درجه. حتى كده شوفها بالمنظر، لو دي 30 يبقى دي 30 العقل كده حتى، ها اكيد لا طبعا اكيد لا. زاويه ميل الرولر مع الافقي يبقى هو زاويه ميل رد الفعل مع الراسي مع الافقي اكيد لا طبعا. شوف ان رجليك الاثنين من الشمال يعني باينه بالشكل، باينه بالابعاد، باينه بالمنطق. انا عارف تان سيتا بكام، عارف تان 60 بكام، الكالكيوتر بيحسب يا فندم مش حضرتك. قسمت 18 على تان 60 طلعت الاكس 4.62 وخدت 2 ديسيمال، خدت رقمين عشريين. لو خدت 3 ويلاند جوي خلاص عرفت الواي اي بكام والاكس اي بكام، اقدر اجيب الارك اي بكام بس انا مش عايزها اصلا. خدت سيجما اكس بيساوي 0، الاكس اي بيساوي الاكس بي، مفيش غيرهم. الاكس اي بيساوي الاكس بي يعني الاكس بي بتساوي 4.62. خدت سيجما اي بيساوي 0، عندي 8 طالع لفوق ناقص 27 زائد الواي بي ناقص 9 طلع الواي بي بيساوي 28 طن. وبعدين عملت تشيك، خدت سيجما مومنت عند الاي يبقى ال 27 مضروبه في تلتين ال 6 ناقص ال 28 في 6 زائد ال 9 مضروبه في 6 زائد تلت الاثنين. شوف حتى دي انا كاتبها لك متفصصه، 6 زائد تلت الاثنين. يوم لما تيجي حضرتك تراجع المعادله دي يبقى انت عارف ده المثلث الكبير الاولاني، دي المسافه اللي اتضرب فيها الحمل بيأثر في تلتين 6 من ناحيه ايه، ده الرياكشن مضروب في مسافته، وده الحمل المثلث الصغير مضروب في مسافته. انا باخد مومنت عند الايه يبقى عندي 6 متر زائد تلت الاثنين، ادي بعد الحساب. ما تقوليش بقى المسافه دي جبتها منين، احسبها انت يا معلم. انا باخد مومنت عند الايه، التسعه تتضرب في بعضها عن نقطه ايه، مش عارف تحسب المسافه دي اقفلها وروح. مالها اداب، مالها تجاره، بلاش اي زي الفل، وهتطلع تشتغل وتكسب وتبقى تمام التمام. مش عايز تتعب يا فندم، التعب الذي يوازي كليه هندسه، شوف لك كليه غير كليه هندسه. مش عايز تحل الشتات بايدك وعمال تنقل ما تتوقعش نتيجه كويسه. بتحل الشتات بايدك وبتصلح اخطائك وخلافه، ان شاء الله النتيجه تطلع، ان شاء الله تطلع. برضه مش اكيد هتطلع كويس، بس المفروض بنسبه 90% تطلع النتيجه كويسه. لو انا بحل وصلح اخطائي واسال في مشاكلي واتعلم وارجع احل تاني واصحح اخطائي تاني واحل تاني، المفروض الاخطاء تبقى مينيمم. ده التسلسل الطبيعي لشويبس، الاخطاء تقل كل ما انا بحل اكتر. بزداد سرعه، بزداد ثقه في نفسي، اخطائي بتقل. اذا لم تكن منظما زي ما احنا بنعلمك، مش انا اللي مؤلف اسلوب الحل ده. اسلوب الحل ده هو اللي بيتبعه كل المهندسين مدن، كل الدكاتره اللي بيدرسوا استراكشر بيمشوا باسلوب الحل ده. سيجما اكس يؤدي الى ان ده يطلع بكذا، سيجما واي يؤدي الى ان يبقى الواي بكذا، سيجما المومنت يؤدي الى ان يبقى المومنت بكذا. تشيك. اذا دكتور ما عملش كده يبقى الدكتور ده مش ماشي على الكتاب اللي احنا اتعلمنا منه. كلنا بنتعلم من سورس واحد. اوكي؟ النهارده تقلت عليكم شويه بس عشان تقدروا تشتغلوا سكاشن الاسبوع الجاي. اذا انا ما تقلتش يبقى انا طهرت منك اسبوع، انت اللي خسران الاسبوع ده. لسه الدنيا هاديه، دوس في الاستراكشر يا باشمهندس. استراكشر ماده مهمه جدا، ماده ممتعه جدا، ماده سهله جدا. كل ما حضرتك تمشي معانا من اول السنه، لما انا هدي لك اكزامبل اصعب انت معاك الاكزامبل الاسهل فبتبني عليه. لو انا اديتك الصعب وانت ما حلتش السهل بنفسك او عندك مشاكل في السهل، هتلاقي نفسك الاصعب اكيد مش هتفهم كويس. طب لو بنينا بقى 3 4 مواضيع فوق بعض، يبقى حضرتك موقفك ايه من الاعراب؟ في اي حد عنده سؤال؟ فاضل دقيقتين. في اي حد عنده سؤال؟